بقى في الكلام الجديد شوية. عندي احنا كده كنا شغالين من شابتر 3 و4 و5 من الكتاب بتاع جيمس ستيوارت. عندنا بقى الشابتر 7-1 بيتكلم عن حاجة اسمها الانفرس فونكشن. عايزين نفهم الكلام ده كويس عشان خاطر ده بقى بداية الشغل بتاعنا. مش معنى كده ان ما بيجيش اسئلة في اللي احنا خدناه، لا بيجي، بس بيجي بصور مختلفة شوية عن اللي انتوا خدتوه. شايفين الشاشة؟ تمام. يا دكتور شايفين. ماشي، عايزين نشوف يعني ايه inverse function. قبل ما اتكلم عن الفانكشن، احنا قلنا الفانكشن ان الديفينيشن بتاعها هو ايه؟ ان كل اكس ليها only one y، صح؟ قلنا الديفينيشن بتاع الفانكشن ان انا هقول ان الريليشن اللي عندي فانكشن لو كان لكل input there exist only one output. طيب احنا بنقول لو انا قلت y equal x plus 3 ولو انا قلت y equal x square plus 3، هنا هل انا اقدر في المعادلة الاولى الx اقدر اجيبها بدلالة الy؟ لو انا قلت y equal x plus 3 هتبقى الx بتساوي ايه؟ y minus 3. طيب هل اقدر اقول ان الx function في الواي؟ انا بسأل يا جماعة. ايوه اقدر اقول كل x function في الواي. ليه؟ لان كل واي بيدي كل input بيدي ايوه ان كل واي ليها 1x. في الحالة دي بقول اذا الفونكشن دي ليها انفرس. في الحالة دي بقول اذا الفونكشن دي ليها انفرس. لكن لو قلت y equal x square مثلا، هنا ال x هتساوي ايه؟ y هتساوي plus or minus، لا مش هتساوي root y، هتساوي plus or minus root y عشان دي x square. هل هنا بقى الx function في الy؟ لا. الx function في الy هنا؟ لا، لانها فقدت الشرط ان كل y هيديني ايه؟ 1x، مش كده؟ فقدت الشرط ده. طيب هل ممكن انا، بص الحته دي مهمه بقى، احدد دومين تكون الفانكشن فيها ليها انفرس؟ ايه هو بقى الدومين؟ البوزيتيف ريال نمبر. ايوه، يا اما اخد الاكس جريتر ذان اور ايكوال 0 يا اما اخد الاكس ليس ذان اور ايكوال 0. يبقى هنا بقى عايزين نعرف يعني ايه انفرس فانكشن، اللي هي الداله العكسيه. يعني لو انا عندي واي فانكشن في الاكس، هل الاكس ممكن تكون فانكشن في الواي؟ هل الاكس ممكن تكون فانكشن في الواي؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه. فانا ده اللي بسميه الداله العكسيه. بيقول لي ايه؟ معلش يا دكتور، هو الجزء ده جديد ولا خدناه قبل كده؟ لا ده ما خدتوش قبل كده بقى، خلاص احنا خلاص هنبدا في الجديد بقى. انا قلت لك من اول شابتر 7 هنبدا في الجديد بقى، وده بقى الكلام المهم اللي عشان نفهمه عشان هنكمل عليه بيه الفانكشنز الجديده اللي انتوا هتاخدوها. احنا قلنا ان انتوا خدتوا البولينوميالز، خدتوا التريك فانكشن، خدتوا الاكسبوننشال فانكشن واللوجاريتميك فانكشن، عايزين نكمل الفانكشن. فعشان نكمل الفانكشن لازم نعرف يعني ايه انفرس فانكشن. طيب بيقول لي بقى ان الفانكشن اف از كولد ا 1 تو 1 فانكشن if it is never takes on the same value twice. يعني ايه؟ يعني ما يبقاش عند نفس النقطة في قيمتين، ما يبقاش في قيمتين. يعني لو ال f of x not equal f of x2 يبقى لازم ال x1 not equal x2. الكلام ده يعني ايه؟ نقفل المايكات بعد اذنك. ماشي،
ممكن المايكس. يعني ايه؟ بيقول لي انا هسمي الفونكشن 1 تو 1، بنسمي الفونكشن 1 تو 1 لو كان معناها كده ان كل فاليو للاكس ليها فاليو للواي واحده، وكل فاليو للواي ليها فاليو للاكس واحده. 1 تو 1 ان كل اكس ليها 1 واي وكل واي ليها 1 اكس. فبنقول لو الفونكشن مش 1 تو 1 انا ممكن احدد دومين يكون الفونكشن فيها 1 تو 1، وبالتالي اجيب لها الانفرس في الانترفال. بيقرقش يا جماعه، المايكس مفتوحه، حطي المايك. ها نقفل المايك. يبقى انا بقول عندي الفونكشن ال1 تو 1 هي الفونكشن اللي فيها كل اكس ليها 1 واي وكل واي ليها 1 اكس. الفانكشن ال1 تو 1 دي هي اللي انا اقدر اجيب لها انفرس، هي اللي انا اقدر اجيب لها الانفرس. لو هي مش 1 تو 1 لا انا مش هعرف اجيب لها الانفرس. ليه؟ لانها مش هتحقق شرط الديفينيشن بتاع الفانكشن ان كل اكس ممكن يكون الاكس اللي كل واي ليها 2 اكس، زي ما قلنا الاكزامبل بتاع اكس سكوير. طيب الفانكشن اللي مش 1 تو 1 هل ممكن انا اخليها 1 تو 1 في انترفال معين؟ ممكن اخليها 1 تو 1 في انترفال معين، ان انا لو اخترت انترفال معين ممكن تبقى 1 تو 1 فيه. يبقى انا في الانترفال ده هقدر اجيب لها انفرس اللي هي الداله العكسيه. فاحنا بنقول يبقى ده تعريف الفانكشن اللي 1 تو 1. الانفرس فانكشن هيبقى فيه انفرس فانكشن لو الفانكشن دي كانت 1 تو 1. لو الفانكشن دي بنسميها داله احاديه، بسميها داله احاديه. داله احاديه يعني ايه؟ لو جيت على الجراف بقى هنا خدت اي فيرتيكال لاين او اي هوريزونتال لاين، كل لاين من دول هيقطع الكيرف في 1 بوينت. احنا قلنا تعريف الفانكشن ان انا لو خدت vertical line اللي هو خط رأسي هيقطع الكيرف في 1 بوينت، هيقطع المنحنى في نقطة واحدة، تبقى دي function. لكن عشان تكون 1 to 1 أو اللي بنسميها أحادية لازم لو خدت أي vertical line أو horizontal line أو horizontal line يقطع الكيرف في 1 بوينت. عشان كده البارابولا لما أقول y equal x square ده 1 to 1 function. في مشكله في الصوت يا جماعه. لا مش 1 تو 1، لان لو خدت اي هوريزونتال لاين هيقطع الكيرف في ايه؟ في 2 بوينت. مش 1 تو 1، لكن قلنا لو احنا خدنا ناحيه واحده منها بس كده، لو خدت اي فيرتيكال لاين او اي هوريزونتال لاين هيقطعها في ايه؟ هيقطعها في نقطه. يبقى انا اقدر اقول انها 1 تو 1 بس في الانترفال ايه؟ يا اما اخد من 0 لانفينيتي يا اما اخد من ناقص انفينيتي للزيرو. لكن لو جيت للكيرف اكس كيو، اكس كيو ده 1 تو 1 ولا مش 1 تو 1 1 1 1 1 1 1؟ يبقى اقدر اجيب له انفرس ولا ما اقدرش؟ اقدر. اقدر اجيب الانفرس فانكشن. لسه بقى عايزين نشوف الانفرس فانكشن نجيبها ازاي، ونجيب لها الخمس حاجات بتوعها ازاي او الاربع حاجات. ها عندي سؤال بس. هو مش البارابولا ممكن تترسم في كلها في البوزيتيف؟ ساعتها هتخبط مرتين. حتى لو اترسمت كلها في البوزيتيف ما ينفعش، لازم تاخد انترفال. يعني لو احنا قلنا عندي اكس ماينس 2 اول سكوير، يبقى هنا لازم اخد الاكس اكبر من كام او اقل من كام عشان تبقى 1 تو 1؟ 2 اكبر من 2. ما يبقاش زيرو بقى، لازم اخد نص البارابولا من عند الفيرتكس مهما كان الفيرتكس في اي مكان. لازم اخد الانترفال يبدا من الفيرتكس بتاع البارابولا، يبدا من الفيرتكس بتاع البارابولا عشان اقدر اقول 1 تو 1. عايز مصياده تخسر معاك. نقفل المايكس،
نقفل المايكس يا جماعة. طيب يجي نشوف بقى. أنا بقى عشان أجي أجيب الانفرس فونكشن، مش أنا سميتها فونكشن، إذن عايز أعرف لها خمس حاجات: الديفينيشن، الدومين، الرينج، الجراف، الديريفاتيف. إحنا قلنا في الأصل إن أنا أي فونكشن ببقى عايز أعرف لها خمس حاجات: الديفينيشن. نعم، هو إيه الفرق بين الفونكشن والريليشن؟ أنا مش سمعاك. ولك إيه الفرق بين الفونكشن والريليشن؟ الفرق بين فونكشن والإنفرس؟ دي فونكشن ودي فونكشن، دي فونكشن ودي فونكشن، بس الانفرس فونكشن لازم تكون جاية من فونكشن أصلية. إن أنا عايزة الواي هو الفاريابل مش الإكس هو الفاريابل، عايزة الواي هو الفاريابل مش الإكس هو الفاريابل. وهنقول الكلام ده هنقوله يعني بنجيب بيه فونكشنز جديدة بتستخدم. هو قال ايه الفرق ما بين الريليشن والفانكشن؟ مش ال ريليشن، لا احنا قلنا الفانكشن والريليشن، قلنا اي ريليشن بتوين اكس وواي هنسميها فانكشن لو كان كل اكس لكل اكس يوجد اونلي وان واي. انا دايما بيبقى عندي ريليشن بتوين علاقه ما بين اكس وواي، انا هسمي العلاقه دي فانكشن لو كان كل x لي 1 y، هسميها بقى 1 to 1 function لو كان كل x ليها 1 y وكل y ليها 1 x، اللي هو الديفينيشن ده. ممكن برضه اللي هو الديفينيشن ده لو الوياض ما بتتغير مش متساوية يبقى لازم الإكسات تكون مش متساوية. ده تعريف ال 1 to 1 function. لكن هاجي هنا هلاقي ان عند ال x ب 1 مثلا ال f of x بتساوي 1، وعند ال x بناقص 1 ال f of x بتساوي 1، ما تبقاش 1 to 1، ما تبقاش 1 to 1، ال x اختلفت لكن ال f of x فضلت زي ما هي. نعم، في المثال اللي حضرتك اديته لنا من شويه اللي هو x نيجاتيف 2 ذا هول سكوير، دي تبقى 1 to 1 امتى؟ قلتي لما تبقى ال x greater than 2، مش المفروض تبقى greater or equals عشان الصفر هيبقى نتيجه greater than or equal. جريتر زان برضو انا ممكن اعتبر برضو الفانكشن ريليشن، وممكن اخد اللي هي ليس زان اور ايكوال تو، اخد اي ناحيه على حسب ما انت هتقول لي انا عايز اي ناحيه. طيب، طب بقول ان انا لو عندي فانكشن والفانكشن دي 1 تو 1 خلاص هي لازم تكون محققه 1 تو 1، عايزه اجيب لها الانفرس، عايز اجيب لها الانفرس. ليه؟ لان بالانفرس انا بعرف فانكشن جديده، انا بعرف فانكشن جديده، زي ما هيكون عندي اكس سكوير هيكون عندي روت اكس، زي ما هيكون عندي اكس كيوب هيكون عندي كيوبيك روت اكس، ما كل ده هو الانفرس، كل ده هو الانفرس. يبقى زي ما بقول لو انا عندي فانكشن 1 تو 1 الانفرس فانكشن بقت فانكشن، يبقى انا عايز اعرف لها كام حاجه؟ عايز اعرف لها خمس حاجات. ها، الديفينيشن بتاعها شكله ايه، الدومين شكله ايه، الرينج هيبقى بكام، الجراف شكله ايه، الديريفاتيف بتاعها بايه. يبقى دول خمس حاجات عايزين نعرفهم للانفرس. اذا الانفرس فانكشن لازم يكون عندي فانكشن اساسيه. ما دام عندي فانكشن اساسيه انا عارفه لها الايه، عارفه لها الخمس حاجات: الديفينيشن والدومين والرينج والجراف والديريفاتيف، لان منهم هجيب الخمسه بتوع الانفرس. ما ينفعش يبقى عندي انفرس فانكشن لوحدها، لا لازم تكون جايه من فانكشن انا عارفاها. فهنا بيقول لي لو انا عندي 1 تو 1 فانكشن ويز دومين A، الA هو دومين الفانكشن والB هو رينج الفانكشن. طيب يبقى دومين الانفرس هو مين ورينج الانفرس هو مين؟ بيقول لي يتعكس، دومين الانفرس يطلع هو رينج الفانكشن، ورينج الفانكشن يطلع هو دومين الانفرس، يعني يتعكسوا، الدومين يبقى رينج والرينج يبقى دومين. يبقى بيقول لي هنا اذا الانفرس فانكشن هيكون ليها الدومين بي اللي هو رينج الفانكشن، وهيكون ليها الرينج A اللي هو دومين الفانكشن. يبقى انا هنا
عرفت الدومين والرينج. طب الفانكشن نفسها هيكون الديفينيشن بتاعها ايه؟ زي ما كانت الواي فانكشن في الاكس، اخلي الاكس هي اللي في طرف واجيبها بدلاله مين؟ واجيبها بدلاله الواي، واجيبها بدلاله الواي. بس عشان احنا دايما بنعرف، يبقى انا لو عندي اف والواي بتساوي اف اوف اكس، اجيب الاكس كفانكشن في الواي، وبعد كده هقول لكم بنعمل ايه. يبقى انا هنا قدرت اجيب كام حاجه؟ ثلاثه. لو عندي الواي كفانكشن في الاكس، بدل ما الواي هي اللي في طرف والاكس هي اللي في طرف، لا هجيب الاكس هي اللي فانكشن في الواي. وهعرف اجيبها؟ هعرف اجيبها لانها 1 تو 1، فهي هتحقق لي شرط ان الاكس تكون فانكشن في الواي. طيب دومين الانفرس هيكون ايه؟ هيكون رينج الفانكشن. ورينج الانفرس هيكون ايه؟ هيكون دومين الفانكشن. دول الثلاث حاجات الاولانيين، وبعد كده نشوف الرينج. يبقى انا هنا حاجه اقول اهو، لو انا عندي الواي فانكشن في الاكس، اقدر اجيب الاكس كانفرس فانكشن في الواي، بسميها اف 1 اف نيجاتيف 1. اف نيجاتيف 1 دي ما هي معناها الانفرس فانكشن، يبقى بنرمز للانفرس فانكشن باف ماينس 1. يبقى انا برمز للاف للانفرس فانكشن باف ماينس 1. دومين الاف ماينس 1 هيكون رينج الاف، ورينج الاف ماينس 1 هيكون دومين الاف. طيب انا كده جبت الديفينيشن، جبت الدومين، جبت الرينج. يا ترى الجراف هيكون شكله ايه؟ بيقول لي لو انا عندي الجراف بتاع اف اوف اكس، جراف الاف ماينس 1 هو الشكل المنحنى المتماثل لهذا المنحنى حول الخط واي ايكوال اكس. يعني واي ايكوال اكس هو اللي هيكون مراية، هو اللي هيكون. يبقى هنا لو انا عندي الكيرف بتاع اف اوف اكس، هعكسه ازاي؟ هعكسه حوالين الخط واي ايكوال اكس، هعكسه حوالين الخط y equal x. يبقى أنا قدرت أجيب الديفينيشن، قدرت أجيب الدومين، قدرت أجيب الرينج، عرفت أجيب الجراف. هنأجل حتة الدريفاتيف لحد ما ناخد إكزامبل. يبقى هنا ملخص الكلام اللي أنا قلته، بيقول لي لو أنا عندي function 1 to 1 أقدر أجيب لها inverse function. طب لو هي مش 1 to 1، لو هي مش 1 تو 1 اقدر احدد دومين تكون فيه 1 تو 1 واجيب لها الانفرس في الدومين ده، واجيب لها الانفرس في الدومين ده. ها طيب الانفرس فانكشن هجيبها ازاي؟ انا عندي الواي فانكشن في الاكس، بدل ما اخلي الواي هي اللي في طرف والاكس هي اللي في طرف، قصدي الواي فانكشن في الاكس، لا هجيب الاكس هي اللي في طرف وتكون فانكشن في الواي. بسميها ايه؟ بسميها الانفرس فانكشن. برمز لها بايه؟ برمز لها باف ماينس 1. يبقى كده عرفت الداله، عرفت الانفرس فانكشن شكلها هيكون ايه. طيب الدومين، بنقول ان دومين الانفرس هو رينج الفانكشن، ورينج الانفرس هو دومين الفانكشن، هو دومين الفانكشن. يبقى انا هنا بجيب الدومين والرينج للانفرس من الفانكشن نفسها، من الفانكشن نفسها. نقطه مهمه دي جدا، بجيب الدومين والرينج بتوع الفانكشن واعكسهم في الانفرس، ما بجيبهمش من الانفرس نفسه، عشان هيطلع لي فيها مشكله وهنبقى نشوفها في الاكزامبلز. طيب والجراف، بيقول لي لو انا عندي الجراف بتاع اف اوف اكس، اعمل خط واي ايكوال اكس واحطه مرايه، اعكس الكيرف عليه، اعكس الكيرف عليه. يبقى انا كده قدرت اجيب الاربع حاجات بتوع الانفرس، قدرت اجيب الديفينيشن، قدرت اجيب الدومين، قدرت اجيب الرينج، قدرت اجيب الجراف. تيجي كده نشوف اكزامبل. بيقول لي sketch the graph of f of x equal root negative 1 negative x and its inverse function using the same axis. using the same axis يعني على نفس الاكسس، على نفس الاكس. ها فاكرين بقى الاكزامبل اللي خدناه في المساله دي؟ فاكرينه؟ عرفتوا بقى احنا ممكن نستخدمه ازاي؟ قلت لكم بقى ان انا عماله بديكم معلومات 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 عن حاجات خدتوها قبل كده، بس احنا هنستخدمها بشكل جديد، بس احنا هنستخدمها بشكل جديد.
ها الروت هنا، لما اجي اقول الروت يبقى لازم اللي تحت الروت يكون بوزيتيف، يبقى لازم الاكس هتكون اقل من او تساوي نيجاتيف 1. يبقى هاجي هنا عند النيجاتيف 1 ارسم الكيرف بتاعي بتاع الروت. فاكرين روت اكس كان بيترسم ازاي؟ كان بيترسم من الزيرو هنا شكله كده. يبقى روت نيجاتيف 1 نيجاتيف اكس هيترسم من عند اكس ايكوال نيجاتيف 1 اللي هو انا بشوف ده بيساوي زيرو فين. يبقى عند اكس ايكوال نيجاتيف 1 واعكسه عشان هيكون للسالب بس. ها لازم الاكس تبقى اقل من او تساوي النيجاتيف 1. طيب هعكسه ازاي؟ هعكسه ازاي؟ هعكسه باني ارسم الخط y equal x. ارسم الخط y equal x واعكسه. طب هعكسه ازاي؟ بصوا حاجة سهلة قوي بقى، النقطة دي الاحداثيات بتاعتها ايه؟ ها نيجاتيف 1 و0. اعكسهم اخلي الاكس واي واخلي الواي ايه؟ اكس. يبقى انا يبقى النقطه دي تتحول لمين؟ 0 نيجاتيف 1. يبقى انا كده عكست النقطه واروح عكس الاتجاه واروح عامله كانه مرايه. يبقى انا عرفت انا هبدا منين. يبقى لو انا عندي الكيرف ده بيقطع اكس وواي في نقط معينه اعكس النقط، اخلي الاكس واي واخلي الواي اكس وبعدين اعكس الشكل بقى حوالين واي ايكوال اكس. اهو النقطه دي كانت ناقص واحد وزيرو هتبقى زيرو ونيجاتيف 1. وارسم وكاني بعمل وكاني عندي الخط واي ايكوال اكس مرايه. معلش تاني الحته دي يا دكتور. تاني بقى لو انا عندي الجراف بتاع الاف اوف اكس، انا عندي الجراف اهو رسمناه، احنا خدناه قبل كده ورسمناه. ها عشان اعكسه عشان اجيب الاف ماينس 1 هعمل ايه؟ البوينت دي هي نيجاتيف 1 وزيرو اعكسها اخلي الاكس واي والواي اكس. يبقى هي معكوسها هو مين؟ الانفرس ليها هيبقى مين؟ زيرو ونيجاتيف 1. وارسم كيرف عكس ده، ده في الربع الثاني يبقى ده في الربع الرابع، واللي في الربع الاول هيجي في الربع الثالث. يبقى دي ده هو الاف اوف اكس وده هيبقى الاف ماينس 1 وده اللاين. مش المفروض الاكس تربيع في الاخر دي تبقى واي تربيع في الاف؟ لا احنا لسه ما جبناش الفانكشن. وده واي equal x. لو سمحت احنا ليه رسمناها في الربع الثالث؟ ليه مش في الربع عشان تتعكس حوالين y equal x. y equal x ده اللي هو الخط الاحمر ده. الخط الاحمر ده هو y equal x. يعني دايما بيبقى في نفس المكان هنا. ايوه دايما هتتعكس حوالين الخط y equal x، كان y equal x هو مرايه، كان y equal x مرايه. يبقى انا كده قدرت اجيب. هو انا مش معايا الفانكشن. الفانكشن ايه؟ عايز اجيب عايز ارسم الانفرس. معوض الانفرس بنقط وارسمها. لا ده انت كده مش هتخلص وممكن تجيبها غلط برضه، مش هتعرف ترسمها. موضوع تعويض النقط ده مش تبعنا خالص. لازم ترسم على طول، تبقى انت عارف الكيرف بيترسم ازاي على طول. انا موضوع النقط ده انت عشان ترسمه تاخد خمس دقايق فيه عشان تقعد تجيب نقط وتعوض بيها، تبقى انت ضيعت منك الامتحان. لو انت كل مسألة عملت كده يبقى الامتحان بيضيع منك. ماشي يا دكتور. واي ايكوال اكس ده يعني بيساعدني ازاي اتوقع يعني شكل رسمة الانفرس يعني؟ ايه بتقول ايه؟ الخط واي ايكوال اكس بيساعدني اتوقع شكل رسمه الانفرس فانكشن. تتوقع مش تتوقع، ده هو اللي هيدي لك الانفرس على طول. مش توقع، احنا بنقول ان الاف ماينس 1 سيمتري للاف اوف اكس اباوت واي ايكوال اكس. تمام. اف ماينس 1 هيترسم سيمتري متماثل لاف اوف اكس حوالين الخط واي ايكوال اكس. ده مش توقع. يعني هو بدينا الرسمه ولا بدينا الرسمه؟ بدينا الرسمه. دي على فكره السؤال ده سؤال امتحانات.
يعني السؤال نوعيه الاسئله دي نوعيه اسئله امتحانات، اللي هو زي ما بقول لك بديك الفانكشن اقول لك ارسمها، هات لي الدومين، هات لي الرينج، هات لي الجراف، هات لي الديريفاتيف بتاع الانفرس. فزي ما بقول احنا بنجيبهم واحده واحده. طب دكتور هنا بيقول نعم لو انا قعدت احط بوينتس واعوض انا هاخد وقت؟ اه طبعا هتاخد وقت. طب هي ايه الطريقه الثانيه اللي هي دي صح؟ اه ان انت تبقى عارف ترسم ازاي روت واحد نيجاتيف 1 ناقص اكس، واحنا خدناه ازاي في المحاضره اللي قبل اللي فاتت او في اول محاضره. انا مش لكم مشكله الكالكولس يا جماعه ان هو كله مرتبط ببعضه، مشكلته انك انت لازم كل محاضره تبقى مستوعب الافكار اللي خدتها فيه لان هو كله مرتبط ببعضه. احنا هنا روت نيجاتيف 1 نيجاتيف اكس خدنا ازاي نرسمه، نرسمه بسرعه. طب والكيرف دكتور كده مش وقت ان انت تقعد تحط فيه نقط. طب دكتور ممكن معلش تعديها تاني بسرعه؟ انا بقول اهو، هو انا لازم عشان اجيب الانفرس لازم يبقى انا عارفه كل حاجه عن الفانكشن دي. تعالوا ناخد الدكتور كده لا نقفل لو مشيت بالطريقه دي. هو الدكتور بتشرح ما تقفلش المايك، نقفل المايكس. انا عندي اف اوف اكس اهي، ها لو انا اتكلمت عن الاف اوف اكس دي هقول الدومين هو مين؟ الدومين هو نيجاتيف 1 نيجاتيف اكس greater than or equal 0. ايوه نيجاتيف 1 نيجاتيف اكس جريتر ذان اور ايكوال 0، يعني الاكس هتطلع ليس ذان اور ايكوال نيجاتيف 1. يبقى انا كده جبت الدومين صح؟ يبقى الدومين من كام لكام؟ اكتبوا الكلام ده. الدومين هيبقى من كام لكام؟ من 1 من نيجاتيف 1 من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 1. من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 1 يبقى ده الدومين. طب والرينج؟ من زيرو الانفينيتي. من زيرو الانفينيتي. والجراف؟ والجراف اهو. يبقى انا كده جبت ايه؟ عندي الديفينيشن بتاع الفانكشن، عندي الدومين، عندي الرينج، عندي الجراف. اعرف اجيب الاربع حاجات دول للانفرس؟ اه. تعالوا نجيبهم واحده واحده. تعالوا نجيبهم واحده واحده. ها لو انا عايزه اجيب الانفرس بعمل ايه؟ هاجي اقول لو انا عندي واي بيساوي روت نيجاتيف 1 نيجاتيف اكس. يبقى هنشيل الروت، يبقى واي سكوير هتساوي نيجاتيف 1 نيجاتيف اكس، يبقى الاكس هتساوي نيجاتيف 1 نيجاتيف واي سكوير. اوكي عشان اللي ما يعرفش يرسم حوالين واي ايكوال اكس يجيب بقى الاكس نفسها. طب لو انا عندي اكس بتساوي نيجاتيف واي نيجاتيف 1 نيجاتيف واي سكوير هترسمه ازاي؟ تاني معلش ما سمعتش. لو عندك الكيرف اكس ايكوال نيجاتيف 1 نيجاتيف اكس سكوير هتلاقي الكيرف ده لو انت هتدرسه ملوش علاقه بالانفرس. ليه؟ الدومين هنا يطلع واي من اللي فين؟ عايزاكم بس تفهموا النقطه. اه لو انا بتكلم على ان دي فانكشن يبقى دومين الفانكشن دي يطلع ايه؟ من زيرو من زيرو للانفينيتي. ليه من زيرو؟ من نيجاتيف 1 للنيجاتيف انفينيتي. مش من زيرو من نيجاتيف 1 نيجاتيف 1 برضه يطلع فوق الدومين هنا. اه من نيجاتيف يا دكتور يبقى الار نفسه مش كده؟ لكن احنا بنقول ان دي طب خلاص طب احنا بنقول ان دي انفرس فانكشن. الانفرس فانكشن قلنا الدومين يبقى رينج والرينج يبقى دومين، يبقى المفروض ان الاكس الدومين بتاعها تبعا للفانكشن دي يطلع منين لفين؟ انا عارفه ان الحته دي صعبه شويه، هي بتاعت الانفرس دي صعبه شويه. ايوه من زيرو الانفينيتي. يبقى هو ده اللي انا بقوله لك، ما تدرسش الفانكشن اللي انت بتجيبها، لا انت لازم تشتغل عليها كانفرس فانكشن للفانكشن الاصليه. يبقى انا باجي اقول ان الف ماينس 1، بصوا الحته دي بقى يا ريت نقفل المايكس عشان اعمل لي ازعاج. اه
هو معلش بس هو مش المفروض ال هيتفتح الا بس ما برضه ما يتفتحش لما انا اجي اقول حد عنده سؤال عشان اعرف اشرح. طب معلش بس ممكن اسال؟ اتفضل. هو دلوقتي المفروض الدومين بتاع الانفرس فانكشن دي اللي هو رينج الاف اكس عاديه رينج الفانكشن مش المفروض تبقى من نيجاتيف 1 لنيجاتيف انفينيتي؟ لا ليه من هو الرينج اللي من نيجاتيف 1 ولا الدومين اللي من نيجاتيف 1؟ تمام. بصوا يا جماعه بقى، اما بجيب الاكس فانكشن في الواي احنا متعودين ان الفاريبل يبقى هو اللي اسمه اكس، فباجي اقول انا هشيل الاكس دي احطها اف ماينس 1 في اكس، واشيل الواي احطها اكس عشان اعرف فانكشن جديده. ما حدش يتكلم الا لما انا افتح الاسئله. الحرك بيقطع احنا سامعين حاجه. صوتي انا اللي بيقطع؟ النت عندي هو اللي بيقطع، انا قاعده جنب الراوتر. بصوا يا جماعه ننتبه بس عشان خاطر الموضوع، انا عارفه ان هو اوله صعب انما بعد كده بتلاقي الدنيا سهله. بصوا بقى هنا احنا قلنا نقفل المايكس، نقفل المايكس. قلنا ان اكس ايكوال نيجاتيف 1 نيجاتيف واي سكوير، صح؟ طيب انا بقى ما بحطش الانفرس فانكشن في الشكل ده، لا بشيل الاكس اقول هي انفرس فانكشن عشان اعرفها انها انفرس فانكشن مش فانكشن جديده من عندي، فبشيل الاكس احطها اف ماينس 1 اوف اكس، واشيل الواي احطها اكس تاني، فكان انا كده عرفت فانكشن جديده، كان انا كده عرفت فانكشن جديده اسمها ايه؟ اسمها اف ماينس 1 اوف اكس بتساوي 1 ماينس اكس سكوير. طيب الفانكشن دي ها ده الديفينيشن بتاعها، ده الديفينيشن بتاعها. لو انا عايزه اجيب الدومين هقول الدومين بتاعها من اللي فين؟ اللي هو الرينج بتاعها من زيرو للانفينيتي. هو الرينج من زيرو للانفينيتي بتساوي ايه؟ ما هو الفاريبل هنا بقى اسمه اكس، الاكس دي بتاعت الانفرس، الاكس دي بتاعت الانفرس، يبقى الاكس هو جريتر ذان اور ايكوال زيرو، والاف ماينس 1 هتبقى من اللي فين؟ من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 1. من نيجاتيف 1 نيجاتيف 0 اف ماينس 1 انفينيتي نيجاتيف 1 اوف اكس هتبقى في الانترفال من نيجاتيف 1 النيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 1. الرينج ولا الدومين؟ ده الرينج، الرينج بتاعها الرينج يبقى هو دومين فانكشن. والدومين يبقى هو رينج فانكشن. يبقى تاني بقى واحده واحده، انا عشان انا هشرح كاني عايزه كل حاجه للانفرس، سيبك من السؤال هو طالب ايه. انا عشان اجيب عندي فانكشن عشان اجيب لها الانفرس اول حاجه هعمل ايه؟ الواي بيكون فانكشن في الاكس، بجيب الاكس كفانكشن في الواي، اشيل الاكس احطها اف ماينس 1 اوف اكس، واشيل الواي احطها اكس، يبقى انا كده عرفت فانكشن جديده اسمها الانفرس فانكشن. ايه اللي هيقول لي انها انفرس؟ كلمه اف ماينس 1 دي. طيب الانفرس فانكشن دي كده جبت الديفينيشن بتاعها بتساوي نيجاتيف 1 نيجاتيف اكس سكوير. الدومين بتاعها هو مين؟ هو رينج الفانكشن، رينج الفانكشن كان واي اكبر من او تساوي الزيرو، هنا هيبقى اكس اكبر من او تساوي زيرو، يعني كل اكس تبقى واي وكل واي تبقى اكس، ده الانفرس، كل اكس تبقى واي وكل واي تبقى اكس. طيب والرينج بتاعها هيبقى مين؟ هيبقى دومين الفانكشن دي، دومين الفانكشن دي كانت الاكس من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 1، يبقى هنا الرينج هيكون من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 1 اهي، النيجاتيف انفينيتي. الجراف اعمل فيه ايه؟ لازم ارسم الاول اف اوف اكس وارسم الخط واي ايكوال اكس، ارسم الاف اوف اكس وارسم الخط واي ايكوال اكس، اشوف النقط اللي بتقطع المحاور، اشوف البوينت اللي بتقطع الاكسس. ها البوينت هنا هي نيجاتيف 1 وزيرو، اعكسها فهتبقى زيرو ونيجاتيف 1، وارسم الكيرف متماثل لمين؟
للكيرف اللي عندي وارسم الكيرف متماثل حوالين الخط واي ايكوال اكس، حوالين الخط واي ايكوال اكس. ها اللي مش فاهم بقى حاجه يسال. ممكن سؤال بس دكتور؟ ها هو حضرتك كاتبه الرينج بتاع الانفرس من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 1، بس انا لما ابص على الرسمه بلاقي الرينج مختلف بتاع الاف نيجاتيف 1. ايوه ما هو ده اللي انا بقوله، انت مالكش دعوه بالاف ماينس 1 كفانكشن. اولا الكيرف ده هو بارابولا، يعني هيديني مين؟ هيديني البارابولا اللي عند ناقص واحد ومعكوس عشان بناقص اكس سكوير، بس كده ما بقاش 1 تو 1. لكن الروت في الاصل 1 تو 1. فهمتها؟ اه تمام. اه لو عكست المساله خليت دي الاف في اكس وعايزه الانفرس هتيجي تقول لي ايه؟ بص بقى لو عكسناها، لو انا قلت لك الاف في اكس من نيجاتيف 1 نيجاتيف اكس سكوير هتيجي تقول لي ايه؟ لا انا ما اعرفش اجيب لها انفرس، الفانكشن دي لازم تكون 1 تو 1. طب هقول لك طب حدد لي دومين الفانكشن فيه تكون 1 تو 1، حدد لي دومين الفانكشن فيه تكون 1 تو 1. هتقول لي اه ده بارابولا بيترسم كده عشان يكون 1 تو 1 هاخد نصه، فانا هاخد الحته اللي الاكس فيها من 0 لانفينيتي. صح مفهومه دي؟ طب دكتور بعد اذنك المساله معكوسه. بس انا المساله معكوسه لنيجاتيف انفينيتي بقى مش للانفينيتي، الاكس، الاكس مش الواي. اه الاكس اكبر من او تساوي 0. اه يبقى انت هنا عشان هو يقول لي هات الانفرس الفانكشن زي كده لازم يديني الدومين بتاعها عشان هي مش 1 تو 1. فهنا لازم يقول لي لو انا عندي اف في اكس بتساوي نيجاتيف 1 نيجاتيف اكس سكوير والاكس بوزيتيف هات الانفرس. هاجي اقول ايه؟ اكس سكوير تساوي ها نيجاتيف 1 نيجاتيف واي. طيب ما هو الاكس سكوير بتساوي بوزيتيف ونيجاتيف الروت، لكن هو عايز الاكس ايه؟ بوزيتيف بس، يبقى انا هشيل النيجاتيف. انا مش فاهم المعادله دي. هاني معادله اللي هي اللي تحت بالانا دي. اه دكتور احنا دي جت من هنا، دي جت من هنا، دي جت من هنا، جت من هنا ان انا جبت الاكس كفانكشن في مين؟ واي، في الواي. بس احنا متعودين ان الفاريبل هو اللي يبقى اسمه ايه؟ اكس، عشان عشان ترسمها على نفس الكيرفز على نفس الاكسس اقصد. فبعمل ايه؟ فالاكس دي بشيلها واعبر عنها باف ماينس 1 اوف اكس عشان اقول ان دي ايه؟ انفرس فانكشن، واشيل كل واي ارجع احطها باكس تاني، واشيل كل واي احطها باكس تاني. يا دكتور يعني انا الاول بجيب قيمه الاكس من الداله الاولانيه عادي كده؟ ايوه اجيب الاكس في طرف والواي في طرف، وبعدين اشيل الاكس احطها اف ماينس 1 اوف اكس واشيل الواي احطها اكس. اشيل الاكس اه الواي احطها اكس. اه واخلي الدومين رينج، واخلي الرينج دومين والجراف سيمتري اباوت واي ايكوال. طب طب الاف اف ماينس 1 ده اللي هي الواي صح؟ الاف ماينس 1 فين؟ الاف ماينس 1 هي الاكس خلاص، هي الاكس. اه الاف ماينس 1 بس بالانفرس فانكشن. ايوه في الانفرس، في الانفرس. انما الاكس دي هي اللي واي في الاصل. طب هي ايه اكس اكبر من او يساوي صفر دي؟ ده الدومين، دومين الانفرس، الانفرس دومين الانفرس. دكتور انا لازم اجيب الدومين والرينج. احنا قلنا بقى ما بيجيش منها، احنا قلنا هو رينج الفانكشن. ايوه ايوه صح، قلنا هو رينج الفانكشن ورينج الانفرس هو دومين الفانكشن. تمام بيجوا من الجراف بس صح، مش هجيبهم من المساله نفسها. لا هينفع، بس انت هتاخد برضو الاكس اكبر من او يساوي زيرو. لو انت رسمت ده هيطلع بارابولا كده كامل، هتاخد النص اللي في الاكس البوزيتيف بس، بس مش دايما هتعرف تعمل كده. طب انا مش عارف الرسمه، وعارف الرسمه بتاعتها ولا هو بيجيب لي الرسمه اصلا؟ اه لا هو بيقول لك ارسم كل حاجه، هو السؤال بيقول هتشوفوا دلوقتي الاكزامبلز. طب طب بس ناخد اكزامبل ثاني ممكن يشرح لكم كل حاجه. معلش يا دكتور سؤال في دي، معلش يا دكتور. يا دكتور انا البوينت بتاعت الجراف دي مش فاهماها.
ايه تقول البوينت بتاعت الجراف مش فاهمها عشان ممكن يا دكتور بس تقولي الدومين والرينج بتاع الرسم دي تاني لا كده مش هنخلص ها دومين انهي واحده الفانكشن ولا الانفرس انا عشان اعرف الانفرس لازم ابقى عارفه كل حاجه عن الفانكشن فهو بيقول لي اف في اكس بيساوي الروت ده دومين الفانكشن دي هو مين اللي بيسال زيرو انفينيتي ايوه من نيجاتيف 1 لانفينيتي لا من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 1 حط الترتيب صح من نيجاتيف انفينيتي لنيجاتيف 1 ليه هحط نيجاتيف 1 نيجاتيف اكس جريتر ذان اور ايكوال 0 ليه عشان ده روت والروت ديفايند اونلي فور بوزيتيف فاليو طيب ده بدا من الزيرو يبقى الروت نفسه هيبدا كمان منين من الزيرو يبقى رينج الفانكشن دي هيكون مين رينج من زيرو من زيرو الانفينيتي دي العاديه الرينج ده الرينج اللي هو من زيرو الانفينيتي هيكون دومين الفانكشن الانفرس تمام هنعكسهم تمام يا دكتور هو انا فاهم الحته دي انا بس بتكلم على الجراف يعني انا عرفت النقطه اللي انا هبدا منها اللي هي كانت زيرو نيجاتيف 1 من هنا تمام وعكستها خليت زيرو فين عرفت منين بقى ان انا همسك يعني ليه مثلا ما خليتهاش حوالين محور اكس مثلا يعني خليت حوالين محور اكس دي مش احنا قلنا واي يساوي اكس هو المرايه واي يساوي اكس مرايه يبقى اللي في الربع الثاني يجي في الرابع واللي في الاول يجي في الثالث تمام محور اكس مرايه بيقسم الاكسس نصين اهو اللي هنا يجي هنا واللي هنا يجي هنا واللي هنا يجي هنا وهكذا تماما كان واي ايكوال اكس مرايه بترسم الكيرف كان واي ايكوال اكس مرايه فهو هيطلع لك على طول تماما دكتور معلش سؤال اخير بس هو دلوقتي في الـ في الـ في الرينج بتاع الاف نيجاتيف 1 ده يعني انا لو كملت بعد النيجاتيف 1 ساعتها مش هتبقى 1 تو 1 صح ايوه لا انا عايزاك تحل لي الاكزامبل لو هي المساله بالعكس يعني لو عندك الفانكشن هي نيجاتيف 1 نيجاتيف اكس سكوير والاكس اكبر من او يساوي 0 هنا في الحاله دي لازم يقول لي المعلومه دي ليه عشان دي مش 1 تو 1 ما ينفعش يقول لي هاتي انفرس لفانكشن مش 1 تو 1 انما هو لازم يقول لي المعلومه دي عشان يقول لي ان الفانكشن اللي عندي 1 تو 1 ويقول لك بقى هات الانفرس وهات له الدومين والرينج وارسمه يعني يا دكتور عادي ان الانفرس تطلع عادي ان الانفرس تطلع ايه مش 1 تو 1 فانكشن لا لا يمكن. لا لا يمكن ازاي ما هي لو الانفرس مش 1 تو 1 يبقى الفانكشن مش 1 تو 1 يبقى ملهاش معنى اصلا ما هو الدومين ده هيخليها 1 تو 1 لانها هتطلع دي هتتعكس المساله اللي فهم ياخد الاكزامبل ده يخلي دي الاف ويجيب لي الاف ماينس 1 هتطلع هي دي طب يا دكتور هو اصلا الفانكشن اللي هو مداني دي مش 1 تو 1 هنا يعني لان الجذر ده ازاي مش 1 تو 1 ليه اني فانكشن هقول كده برضه اني فانكشن اف الاف روت ولا دي الاولانيه اللي هي اف روت ايوه ايوه ازاي مش 1 تو 1 مش 1 تو 1 ليه ده روت في فرق بين ان اقول لك بوزيتيف ونيجاتيف روت ده بيجي من السكوير انما انا عندي هنا الروت يعني دائما بوزيتيف يعني ليه فاليو واحده اما اقول لك اكس سكوير تساوي واي تقول لي الاكس بتساوي بلس اور نيجاتيف روت واي لكن لما اقول لك اكس واي يساوي روت اكس ايه مالها دي مش 1 تو 1 ليه هي 1 تو 1 على الدومين بتاعها ايه مش 1 تو 1 ليه هل في اي فاليو لاكس هل في اي فاليو لاكس تديني 2 واي فاليو الاكس لا لا تمام هي 1 تو 1 هي 1 تو 1 صح ما هي لو سكوير تبقى مش هو ده الكيرف لو انت خدت اي خط راسي او اي خط افقي هيقطع الكيرف في كام نقطه نقطه واحده عوض وشوف عوض وشوف
تبقى 1 تو 1. لا مش عوض، لو كان جوه اكس سكوير كانت عملت لي مشكله، لو كان جوه اكس سكوير كانت عملت لي مشكله، بس الاكس سكوير ما ينفعش الاثنين بالناقص. يعني لو كانت اكس سكوير ماينس 1 روت اكس سكوير ماينس 1 هي دي 1 تو 1؟ لا مش 1 تو 1. ايوه الروت ده، الروت ده 1 تو 1. لو كان عندك روت اكس سكوير بلس 1 مثلا مش هتطلع 1 تو 1. لا لا دي مش 1 تو 1 بتكلم على دي 1 تو 1. عشان تخليها 1 تو 1 لازم هو يحدد لي دومين، يقول لي انا هاخد مثلا يا اما الاكس بوزيتيف يا اما الاكس نيجاتيف يا اما الاكس اكبر من 1 يا اما الاكس، لازم يحدد لي دومين. تمام. انما هنا دي فيها اكس بس. انما هنا فيها اكس. الاكس سكوير هي اللي تعمل لي مشكله، وجود الاكس سكوير هو اللي يعمل مشكله، ما يخليهاش 1 تو 1. اوكي. ولو الواي هي اللي فيها دكتور يبقى برضو مش 1 تو 1. لو ايه؟ لو الواي هي اللي فيها جذر يبقى مش 1 تو 1. ان هيطلع لها حلين. انا ما اقدرش اقول كده لان هو ممكن يكون محدد لي دومين، هو في هو مش هيسالك عن الانفرس الا لما يكون مديك فانكشن 1 تو 1. ما ينفعش، ما ينفعش انا اسالك عن الانفرس الا اذا كنت بسالك هي هتكون 1 تو 1 فين. يا دكتور عشان بس احنا كده اتلخبطنا خالص يا دكتور، احنا كده الجذر على فكره. انا لا انا كنت كويس، مش الجذر اصلا عمره طلع، عمره طلع سالب صح؟ الجذر ده عمره طلع سالب، عمر الجذر عمره ما طلع سالب. ايوه طبعا، فلازم ده يبقى اكبر من او يساوي زيرو، عشان كده انا حددت الدومين من ناقص انفينيتي لنيجاتيف 1 عشان دايما يبقى موجب. خلاص تمام يا دكتور، تمام ماشي كملي بقى يا دكتور. طيب احنا قلنا بنبقى عايزين نعرف خمس حاجات للفانكشن مش كده؟ طب خلاص انا عرفت اجيب الفانكشن اهي الديفينيشن بتاعها، وعرفت اجيب الدومين، وعرفت اجيب الرينج، وعرفت اجيب الجراف. طب يا ترى الديريفاتيف اجيبه منين؟ تعالوا نشوف النظريه دي مهمه جدا. بيقول لي بقى ان اف ماينس 1 داش عند اي بوينت اكس، بصوا عشان احنا هنجيبه بطريقتين، ممكن اجيب الاف داش بطريقتين. نقفل المايكس، اللي فاتح المايك تعال نشوف بس الحته دي مهمه قوي. بيقول لي اف ماينس 1 داش، يبقى انا عايزه ديريفاتيف مين؟ الانفرس، بيساوي 1 على اف داش، ده ديريفاتيف الفانكشن لاف ماينس 1 اوف اكس. هشوف الحته دي بعد شويه يعني ايه معناها. بيقول لي ان الواي بتساوي اف ماينس 1 اوف اكس، او يعني معناها ان دي واي بيساوي دي واي باي دي اكس بيساوي 1 على دي اكس باي دي واي. يعني لو انا عندي، انتبهوا بس معايا في الحته دي عشان هي فيها جزء صعب شويه. بيقول لي لو انا عندي واي فانكشن في الاكس، عشان اجيب الاف داش للانفرس، عشان اجيب الاف داش للانفرس اجيب الاف داش للفانكشن واقلبه. سهله. لو انا قلت لك واي بتساوي اكس بلس كوزين اكس، هل انت في الفانكشن دي هتعرف تجيب الاكس كفانكشن في الواي؟ لا مش هتعرف مش كده. طب لو انا قلت لك انا عايزه الاف داش انفرس، تقول لي انا اعرف اجيب الاف داش انفرس ازاي؟ ان الاف داش للانفرس هو مقلوب الاف داش، يبقى انا هجيب الاف داش واقلبه. طب لو انا بقول لك واي بتساوي اكس بلس كوزين اكس، الاف داش بتاعتها بتساوي كام؟ 1 ناقص ساين اكس مش كده؟ يبقى الاف داش للانفرس هيساوي 1 على 1 ناقص ساين اكس. سهله دي؟ تمام يا دكتور. انا بعيد اهو، عيد مره واثنين وثلاثه وهناخد الاكزامبلز لحد ما تتمكنوا. ده جزء صعب شويه في الكورس، بس هو اساس شابتر 7 كله، عشان احنا هنجيب انفرس فانكشن للتريك فانكشن وللاكسبوننشال فانكشن وللوجاريتميك فانكشن، وهناخد فانكشن جديده اسمها الهايبربوليك فانكشن ونجيب الانفرس ليها. فلازم المحاضره بتاعت النهارده تتفهم كويس جدا.
لان هي اللي هنمشي عليها الشابتر كله. بيقول لي لو انا عايز اجيب الاف داش انفرس هو مقلوب الاف داش، هو مقلوب الاف داش. طيب يبقى انا كده هو حضرتك كاتبه واحد على اف داش الاف انفرس اوف اكس. ايوه ده عند نقطه هوضحها في الاكزامبل، هوضحها في الاكزامبل عشان مش هتفهميها من هنا. تمام يا دكتور شكرا. بس ده المعنى، المعنى الاكيد ده، ده المعنى الاكيد يعني اللي هو هو ان الواي داش او الاف داش انفرس بيساوي واحد على اف داش. بس هنا بقى ناخد بالنا الاف ده الاف ماينس 1 داش عند مين؟ عند اكس صح؟ الاكس دي اللي هي في الاصل مين؟ واي. بالنسبه للفانكشن هي مين؟ واي. هي الواي. يبقى الواي بيساوي اف ماينس 1 في ايه؟ يعني هنا لو انا بقول الاف ماينس 1 داش عند الاكس انا اعوض في الاف داش بمين؟ بالاكس بقى اللي هي معكوس مين؟ معكوس الواي. هنوضحها في الاكزامبل عشان مش هتفهمها من هنا، انما ده الحاجه الاساسيه. طب ان عندي ديريفاتيف الانفرس هو مقلوب ديريفاتيف الفانكشن. حته النقطه دي هوضحها في الاكزامبل عشان مش هتعرفها تعرفها من هنا. يبقى احنا كده لو عندي فانكشن 1 تو 1 اقدر اجيب لها الانفرس فانكشن، واقدر اجيب لها اجيب للانفرس فانكشن الخمس حاجات بتوعها: الديفينيشن، الدومين، الرينج، الجراف، الديريفاتيف. اقدر اجيب الخمس حاجات بتوعها. يبقى تعالوا نشوف اكزامبل بقى بالكلام ده. بيقول لي اهو فايند اف ماينس 1 اكس اوف اكس اند ستيت اتس دومين ورينج. اهو بص هيطلب كل حاجه، وبعدين هات الاف ماينس 1 داش عند البوينت ايه، هو هيحدد لي البوينت ايه شكلها ايه. وبيقول لي سكتش الجراف اوف اف اند اف داش اون ذا سيم اكسس. يبقى هنا هو عايز ايه؟ عايز كل حاجه. يبقى هنا هو عايز كل حاجه. بصوا هنا بقى للاكزامبل، بيقول لي اف اوف اكس بتساوي 9 ماينس اكس سكوير. لو كان هو سكت كان ينفع اجيب للفانكشن دي انفرس؟ لا لا ما ينفعش عشان مش تبقى 1 تو 1 لان هي مش 1 تو 1. ايوه عشان كده لازم يحدد لي دومين، ما ينفعش يسيب لي المساله كده، لازم يحدد لي ايه دومين. فقال لي الدومين من اللي فين؟ من 0 ل 3. ايوه من 0 ل 3 بقى الفانكشن دي 1 تو 1. الفانكشن دي 1 تو 1 هو خدها بس من 0 ل 3. يبقى الدومين بتاعي من اللي فين؟ من 0 ل 3. طيب يبقى الدومين من 0 ل 3 يبقى الرينج هيبقى من كام لكام؟ 0 ل 3. لما احط الاكس تطلع ب 9 ولما احط الاكس ب 3 تطلع ب 0. يبقى الرينج انا عشان اجيب كل حاجه عن الانفرس لازم الاول اجيب، ايوه لازم الاول اجيب كل حاجه عن الفانكشن، لازم اجيب كل حاجه عن الفانكشن. يبقى هنا اقدر اقول ان الواي اقل من او تساوي الناين واكبر من او تساوي الزيرو. انا جبت الدومين وجبت الرينج. طيب احنا عايزين دكتور معلش ممكن اعرف حاجه الرينج تاني ازاي؟ بعوض بالدومين، حطيت مره الاكس ب 0 طلع لي 9، حطيت الاكس ب 3 طلع 0. ما انا عندي دومين بعوض بيه جيب لي الرينج. تمام. طيب عايزين نجيب بقى الانفرس فانكشن، هنعمل ايه؟ هقول واي بتساوي 9 ماينس اكس سكوير، تبقى الاكس بتساوي روت 9 ماينس واي. احنا في الاصل الاكس هتساوي ايه؟ بلس اور ماينس، مش كده معايا؟ عشان دي اكس سكوير. هو خد البوزيتيف ليه؟ عشان قال لي الاكس من اللي فين؟
من 0 ل 3 من 0 ل 3 لازم تكون ايه بوزيتيف. طب لو كان قال لي الاكس من نيجاتيف 3 ل 0 وتاخد الروت الايه النيجاتيف اه لان دي مش هتنفع من نيجاتيف 3 1 ايوه يبقى انا هاخد البوزيتيف روت او النيجاتيف روت تبعا لمين؟ تبعا للدومين اللي هو عرف لي فيه. يبقى عشان كده هو ده اللي انا كنت بقوله لكم الاكزامبل اللي فات، لما يكون الايكويشن فيها اكس سكوير فالاكس سكوير بتخليها مش 1 تو 1، يبقى هو لازم يحدد لي الدومين اللي هيشتغل فيه، لازم يحدد لي الدومين اللي هيشتغل فيه. طيب قلنا هو الاكس هتساوي روت 9 ماينس واي، قلت اجيب الانفرس ازاي؟ اشيل كل اكس احطها بكام؟ باف ماينس 1، وارجع اشيل الواي احطها ايه؟ احطها اكس. يبقى انا كده جبت الانفرس فانكشن. طيب الدومين بتاع الانفرس فانكشن هيكون مين؟ 0 9 من 0 ل 9 0 ل 9 والرينج الرينج من 0 ل 3 برافو عليكم. والرينج من 0 ل 3 يبقى دومين الانفرس هو رينج الفانكشن من 0 ل 9 ورينج الانفرس هو دومين الفانكشن من 0 ل 3. طيب انا اعرف ارسم 9 ماينس اكس سكوير ولا لا؟ نعرف نعرف نرسمه. هو بارابولا ماله؟ مقلوب. وعند مين؟ عند عند اكس ايكوال عند الاكس بزيرو بيقطع الواي بناين، مش كده؟ بس انا هاخده من اللي فين؟ من زيرو لثري بس. فعند الزيرو بيديني ناين وعند الثري بيديني زيرو، يبقى انا هاخد من البارابولا الحته دي بس، يبقى انا هاخد من البارابولا الحته دي بس. فده هو الاف اوف اكس. معلش يا دكتور حضرتك ليه في الرينج 9 لغايه 3؟ ها حضرتك ليه في الرسمه رسمت دي لغايه 3؟ لا ما هو انت هتقعدوا تقولوا لي جبت الرسمه منين؟ امال انا اول محاضره اديتكوا ايه؟ مش واي يساوي 9 ماينس الواي ايكوال اكس ده بارابولا مقلوب عشان الاكس سكوير بالسالب. ايوه انا عارف ان هو بس انا هاخد من البارابولا ده ها الخط بتاع واي ايكوال اكس. لا ما انا لسه هرسمه. انتوا تتوقعوا الخط بتاع واي ايكوال اكس يمشي ازاي؟ يعدي في الانترسكشن بوينت. يعدي على البوينت لازم يعدي بالانترسكشن، لازم يعدي بالانترسكشن الخط ايكوال واي ايكوال اكس اهو. طبعا هو مش خط خالص. ليه بقى؟ قلت لك طيب انت هترسم الانفرس ازاي؟ في طريقه سهله بقى قلت لك اهو. البوينت دي كام؟ 0 9 صح؟ معايا؟ ايوه اه يبقى انا اخليها أيوة اخليها 9 و 0 والبوينت دي كام؟ 3 و 0 اخليها 0 و 3 اوصل بينهم. عشان كده انا برسم الكيرف الاول وبعدين ارسم واي ايكوال اكس عشان يمر لي بمين؟ بالانترسكشن بوينت. يعني ايه انترسكشن بوينت؟ النقطه التقاطع بتاعت التو كيرفز. اه نقطه التقاطع ده الاف ماينس 1. دكتور ازاي الابعاد مش متساويه؟ الخط الافقي والراسي مش مظبوطين في الابعاد ولا هي عشان ما طبيعي ما انت عكست؟ يعني ايه مش فاهمه؟ الاطوال ذات نفسها مش متساويه، يعني الخط الراسي 10 واقصر من التسعه اللي هو ما يهمكش. لا على فكره ده عادي، ده عادي يعني. اه على حسب انت هتقسمها هتقسم الاكس ازاي وهتقسم الواي ازاي. يعني ينفع اقسم الاكس غير الواي؟ اه ممكن بمسافات غير دي عشان بس انت ممكن تكون هتوصل لفين، انما مش هي دي النقطه. انا مش هقعد اقول لك انت دي قد دي ولا دي مش قد دي، المهم ان انت تبقى فاهم الدنيا عامله ازاي. تمام. هو الكيرف انا مش ساعات مثلا قيم الاكس تكون صغيره وقيم الواي تكون كبيره، فيروح هو موسع في الاكس ياخدها على مسافات غير المسافات اللي واخد عليها الواي عشان يقدر يجيب لك القيم الكبيره بتاعت الواي. اه ده عادي. يا دكتور انا مش فاهم رسمه الانفرس. قلت اعكس النقط، النقطه دي 0 و9 اخليها ايه؟ 9 و 0 والنقطه دي 3 و 0 اخليها 0 و 3
وارسم الكيرف او عند الواي ايكوال اكس هتلاقي كانه واي ايكوال اكس مرايه، الحته دي هي الحته دي والكيرف ده هو الكيرف ده، كانه مرايه واضح، كان شكل اتقسم نصين. كان شكل اتقسم نصين. طيب يبقى انا كده جبت الانفرس، جبت الدومين، جبت الرينج، جبت الجراف. تعالوا نشوف بقى الحته المهمه دي. دكتور انا مش فاهمه الحته اللي بتاعت ايه بتساوي 8 دي، مش فاهمه جبناها منين. مش فاهمه ايه الايه بتساوي 8 دي، انا لسه ما استخدمتهاش. هنا بقى اهي بيقول لي عايز اف ماينس 1 اللي هو بتاع اكس يساوي اي، بنرسمه على اساس ايه؟ يعني ايه على اساس ايه بترسمه عشان تعرف تجيب الانفرس؟ بيجاب ازاي يعني؟ انا ممكن ارسمه بس من غير ما يعدي على الانترسكشن، يعني انا حطيته على الانترسكشن على اساس ايه؟ لو ما عداش عن الانترسكشن مش هيخليه لك مرايه، يبقى كده لازم نرسم الكيرف الاول. ايوه ما انا عشان كده قلت لكم انا رسمت الكيرفز الاول وبعدين او انت بترسم المساله تحاول تظبط ايدك ان الانترسكشن لازم يكون على الواي ايكوال اكس. لو الانترسكشن بتاع التو كيرفز ما جاش على الواي ايكوال اكس عمره ما هيكون متماسك. المساله اللي هي قبل دي ما كانش الاحمر دوت انترسكشن بوينت، ما كانش في انترسكشن اصلا. ايوه ما مرش. طب ما كده الرسمه مش هتبقى دقيقه. الرسمه مش هتبقى ايه؟ مش هتبقى دقيقه يعني في الحل، يعني مثلا انا كده برسم. ايوه ايوه ما انا مش عايزه رسمه دقيقه بالملي، لا انا عايزك ترسم كده. انا رسمه كده خلاص ماشي. ممكن ارسم بالمسطره بتاعه البارابولا دي؟ ممكن ايه؟ ارسم بالمسطره بتاعه البارابولا. اه طبعا هترسم الـ والخط ده هترسمه بالمسطره واي ايكوال اكس. هو الكيرف الاحمر ده بس ايه هو الكيرف الاحمر ده؟ مش محتاج مسطره بتاع البارابولا ولا محتاج اي حاجه، انت بترسم كروكي على فكره يا جماعه. مش ما ياخدش اكتر من نص دقيقه يا جماعه الرسم ده، ان انت خلاص عارف البارابولا ده شكله ايه، هترسم خط كده وخلاص، قصدي كيرف كده وخلاص، من غير انا مش الاتقان في الرسم مش هو المطلوب. المطلوب ان الرسمه في الاخر تطلع صح، انك تقول لي النقطه دي 0 0.9 فالنقطه دي 9 و0، النقطه دي 0 و3 و0 ولا 0 و3 تبقى النقطه دي 3 و0، وان اللاين ده يمر بالانترسكشن بوينت، الحاجات الاساسيه. تمام يا دكتور. بعد اذنك عندنا رسمه اصلا، مش احنا المفروض هنختار ام سي كيو؟ يعني الرسمه تبقى مرسومه واحنا نختار الصح فيهم. ايوه هو ده اللي انا كنت لسه هقوله، بس عندك الكويز ما بيكونش ام سي كيو. اه تمام. اه دكتور مش المفروض الاف 1 ده في كوارتر 3 ايه زي ما قلتي في المساله اللي فاتت؟ لا ده هم كلهم في الربع الاول، بس يبقى هيترسموا في الربع الاول حوالين واي ايكوال اكس، واحنا عندي هنا 2 ولا 3، ده الكيرف نفسه مرسوم في الفيرست كوادرانت، يبقى الانفرس في الفيرست كوادرانت بس هيكون معكوس حوالين واي. ما انا قلت لك اللي هنا يجي هنا حوالين الخط لو في الربع نفسه. طيب نشوف بقى النقطه المهمه جدا، اف ماينس 1 داش اوف ايه. بيقول لي الاي ب 8. السؤال اللي انا عايز اساله، الاي دي هنا بيقول لي اف ماينس 1 عايز اف ماينس 1 داش عند ال 8. الاد دي هي قيمة الواي في الفونكشن ولا قيمة الاكس؟ عشان نفهم الحتة دي. الواي ده الواي بقى. قيمة الواي. هي قيمة الواي. برافو عليكم. يبقى انا لما اجي اقول انا عايزة اف ماينس 1 داش عند الواي، اقول يبقى بيساوي 1 على اف داش عند مين؟ الاكس. عند الاكس. يبقى اذا كان الاف ماينس 1 متعرف على الواي فالاف متعرف على الاكس، يبقى لو هو عايز اف ماينس 1 داش عند الواي هقول بيساوي 1 على اف داش، بس اف داش عند مين؟ عند الاكس المقابله لهذا الواي. يعني لما هو بيقول لي عايز اف ماينس 1 داش عند ال8 يبقى هنا اجيب الاف داش عند مين؟ عند البوينت مين؟ البوينت المقابله لل ايوه، احط الاف في اكس او الواي ب 8. لما احط الواي ب 8 يبقى الاكس هتطلع بكام؟
ها يطلع بلس وماينس 1، لكن ينفع اخد الماينس؟ انا قال لي الدومين من كام لكام؟ من 0 ل 3 يبقى ايوه، يبقى هاخد الاكس ايكوال 1، بس قلنا لو طلع لي كومتين يبقى دي مش 1 تو 1، يبقى لازم اشوف البوينت اللي طلعت لي ايه البوينت اللي وقع اللي في الانترفال اللي عندي، يبقى انا هاخد الاكس ب1، يبقى انا عشان اجيب الاف ماينس 1 داش عند الايت اجيب مين؟ عندي طريقتين بقى هنا، ممكن اجيب الاف داش، الاف داش من هنا هتطلع بكام؟ بسالب بس احط اقلبها واحط الاكس بواحد يطلع الاف داش عند الانفرس بكام؟ تاني اهو، لو انا عندي عايز اجيب اف، فاهمين ان انا ممكن اجيبها بطريقتين؟ ايوه ممكن اجيبها عن طريق ان انا جبت هنا الاف، مش انا جبت الاف ماينس 1 ايه فاضل؟ تفاضل الاف ماينس 1 هيطلع بكام؟ واحد على 2 الجذر، واحد على 2 الجذر بالسالب عشان في سالب اكس جوه. احط هنا الاكس بكام؟ ب 8. لا ب 8 ليه بقى؟ لان انا جبت الاف داش نفسه من الاف ماينس 1، ما جبتوش من القانون ده، انا جبت، انا عندي فانكشن فضلتها، انا عندي فانكشن فضلتها. طب الانفرس دي معرفه على مين؟ على الواي، يبقى انا هحط الاكس ب 8، لكن كان ممكن اقول انا عندي الاف داش بتساوي سالب 2 اكس، يبقى اف ماينس 1. ايوه انا عندي كده الواي بس ما عنديش الاكس. انا عملتها كده، انا عملتها كده يا دكتور، عملتها كده أيوة. يبقى عندي الاف، وعلى فكره القانون ده اللي بيستخدم اكتر، لان غالبا ما بتعرفش تجيب الاف داش، يبقى الاف داش ماينس 1 عند الايت هيساوي، ها هيساوي مين؟ 1 على سالب 2 اكس اللي هو مقلوب الاف داش، بس احط هنا بقى الاكس بكام؟ هنا احط الاكس بواحد 1 1، فهيطلع برضو بيساوي كام؟ سالب نص. بس كده انا لو عرفت اجيب، ايوه بقى لو انا ما عرفتش اجيب بقى، هو ممكن يكون بقول لك زي ما قلت لك كده اف اوف اكس بتساوي اكس بلس ساين اكس، هتعرف تجيب الاف انفرس كقانون؟ ده عندك اكس وعندك ساين اكس، هتجيب هتحط الاف منهم ازاي؟ لكن لو جيت قلت لك بقى انا عايزه الاف ماينس 1 داش عند الزيرو، هتقول لي هعمل ايه؟ عند الزيرو الاكس بكام؟ يبقى لازم احط الاول الواي بزيرو اشوف الاكس بكام. طب انا عندي اكس بلس ساين اكس بتساوي زيرو، يبقى الاكس بكام؟ بزيرو. موجب 3. لا موجب 3 ازاي؟ واي بتساوي اكس ساين هتساوي زيرو امتى؟ لما الاكس تبقى بزيرو. يبقى انا اجيب الاف داش اللي هي تساوي واحد زائد، هتساوي واحد زائد كوزين اكس، واحط الاكس بزيرو فتطلع باتنين، فيطلع الاف داش بهاف. يبقى انا هنا بقول انا عندي طريقتين لايجاد الاف داش، لو انا عرفت اجيب الاف ماينس 1 اكس اجيب التفاضل بتاعها على طول وعوض الاكس بايه؟ النقطه اللي هو مديها لي. لو انا ما عرفتش اجيب الاف ماينس 1 اعمل ايه؟ اجيب الاف داش واقلبه، بس اشوف بقى النقطة اللي عايزها احطها واي اشوف الاكس المقابلة ليها بكام. اتفهم؟ معلش يا دكتور. تمام. بس هو كده الاف داش طلع لي هنا نيجاتيف 2 اكس والتانية يعني حاجة مختلفة. ايوه هتتحسب كده عادي؟ طبعا. الفانكشن دي غير الفانكشن دي. انما الفاليو في الاخر هتطلع واحدة. انا قصدي لو هو عاوز هتطلع نيجاتيف هاف ودي هتطلع نيجاتيف هاف.
يعني لو هو عايز ال F داش من غير رقم يعني ك X عادي من variables مش هتحاسب بقى عليهم؟ لا 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 هنا مش هينفع. لا هي هتطلع عايز اقول لك ايه؟ لا بتنفع برضو بتنفع بس يعني عايز اقول ايه؟ ان ال F minus 1 هيساوي 1. ايوه ما هو خلاص انت تقدر تقول ان ال F minus 1 داش هيساوي 1 على minus 2X، بس ال X دي هي مين؟ هي دي هتطلع هو هو. انت لازم هتعوض عن ال X هنا. انا قصدي لو احنا مش هنعوض بقى بال X، لا ما هو ال X هنا، لا اصل انت في الاصل عندك ايه؟ Y يساوي minus 2X مش كده؟ يبقى ال Y داش هتساوي ايه؟ ماينس 2x. تمام يبقى ال f ماينس 1 داش هيساوي 1 على ماينس 2x. ما ينفعش تبقى بالاكس، لازم تبقى بالواي. فهنا الاكس هتبقى 9 ماينس الروت ده، لازم تعوض عنه، لازم تعوض عنه. فهمني؟ لازم تعوض عن الاكس اللي هو في الاصل واي اللي هو بيساوي ايه؟ مش الاكس اهو بيساوي روت 9 ناقص واي. تمام اهو هتحط ماينس واي وبعدين تشيل كل واي تحطها باكس تاني فيطلع هو هو اهو. ما انت هنا عشان تجيب لازم تقول انك انت تشوف العلاقه بين الاكس والواي. الاف ماينس 1 داش معرف بالواي اللي هي الواي مش الاكس، فلازم تعوض عن الاكس بالواي نفسها. طب مش الواي اللي هي تبقى 9 ماينس اكس سكوير اللي هي في لا الاول؟ لا 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 اللي هي الاكس دي، مش دي الاكس بتاعت الانفرس؟ اللي هي روت 9 ناقص واي، بس تحط الواي ترجع تحطها تاني باكس. هنبقى يعني نشوفها في التريجها تبان اكتر، هنشوفها في التريجها دكتور. يعني ايه دكتور؟ يعني ايه بتساوي ايه دي؟ ما يعادل المماس بتاع اف اوف اكس. الاي دي هي الواي، ملهاش علاقه بالمماس. هي الواي بقى ولا يعني ايوه انت تقصدي الاف داش، تقدر الاف داش عند ات الاف ماينس 1 داش. هو ملي المماس للاف ماينس 1 عند الات اللي هو هنا. ايوه فإذا كان الـ F-1 بتاع الفونكشن عند الواحد، نشوفه عند الواحد بقى يطلع بيساوي مقلوبه. تمام شكرا يا دكتور. طب دكتور معلش، أنا في حتة في التعويض مش فاهمها. إيه؟ أنا في حتة في التعويض مش فاهمها كويس، يعني أنا دلوقتي أنا عايز الـ F-1 داش مثلا عند الـ 8 زي ما إحنا شغالين. أنا بقى عشان دي الـ 8 دي بتحطها في الـ X، فأنا هي أصلها في الـ Y فهرجع للـ Y صح كده؟ اي في حاجه من الاثنين، انت هتجيب الاف داش عشان ساعات يقول لك هات الاف داش بطريقتين، هات الاف ماينس 1 داش بطريقتين. تمام. فانا عندي طريقه ان انا جبت الاف ماينس 1 نفسه صح افضله. تمام. اجيب الديريفاتيف بتاعه دي سهله، بس لما اجيب الديريفاتيف بتاعه اعوض عن الاكس بكام؟ لا دي ما اعرفش بقى، دي مش عارف بجيبها ازاي. ايه لانها هي في الاصل هي اصلها واي، فيبقى انا هعوض عن الاكس بكام؟ يعني انا مثلا جبت الدريفيتيف اصلا عادي، يعني مثلا انا معايا الفانكشن جبنا الدريفيتيف هعوض بالايه. لكن لو بقى انا مش هعوض عن طريق الاف داش، لا الاف داش متعرف على مين؟ متعرف على الاكس مش على الواي. لا الاف نفسه متعرف على الاكس، يبقى الاف داش متعرف على مين؟ على الاكس. يبقى انا هشوف الاكس المقابله للواي بتساوي 8. طب انا فانكشن اللي هي يعني اللي هي الاف نفسها. طب انا ليه عوضت في الاف نفسها؟ يعني انا ليه ما عوضتش؟ انا قلت عندك طريقتين، ما انا قلت عندك طريقتين. يا اما هتقول ان الاف ماينس 1 داش عند الايت بيساوي 1 على الاف داش عند الانفرس بتاع الايت. لا مش فاهم. يا اما هتجيب الدريفاتيف بتاع الاف ماينس 1 نفسه لو هو عندك. دول طريقتين مختلفين على فكره. مش انا فاهم حضرتك، انا الطريقه اللي بينهم ما تربطش بينهم وبين بعض. انا فاهم والله. انا قلت لحضرتك الطريقه اللي هي اللي فيها الدريفيتيف اللي هو كده عوض بالتمانية دي انا فاهمها، لكن الطريقه الثانيه دي انا مش فاهمها. أي طول ما انا شغاله بالاف، الاف الدومين بتاعها اكس مش واي. تمام طول ماشي. ما انت شغاله بالاف ماينس 1، الاف ماينس 1 الدومين بتاعه واي. تمام فاهم حضرتك كده. اتفهمت؟
يعني انا لما اجي اجيب ال يعني انا الايد دي لما اجي اعوض بيها هرجع للفانكشن الاصليه اللي هي الاف اوف اكس عشان اعوض بيها عشان كده انا جبت منها ال1 دي. ايوه اعوض عن الواحد ثانيه واحده. ايوه طول ما انا شغال على الاف او الاف داش يبقى لازم اشتغل بالاكس اللي هي في الدومين. دومين الاف. لكن لو انا شغاله بالاف ماينس 1 دومين الاف ماينس 1 هو الواي. انا فاهم الفكره كلها. هو الدريفت بس حته كانت شفاهم بس ثلاث دقايق كده بريك خمس دقايق بريك راجعوا الكلام ده انا معاك برضو راجعوا الكلام ده مع نفسكم عشان ناخد بقى الاكزامبل عشان ننجي شويه. راجعوا شباب بالله عليكم الاسئله هتتفرمل شويه احنا مش فاهمين نعمل ايه لا ما تعملش حاجه عايز تسال اسئله بص انت نفس السؤال يعني هو دلوقتي الطريقه اللي هي بتاعت الدريفتيف دي عارفها. الطريقه الثانيه بقى اللي هو بعد ما عوض بالايد ديت في اف اوف اكس جبتها الواي بواحد اللي هو الاكس بواحد اللي هي انا هنا عوضت بالدريفتيف. عوضت بالدريفتيف اللي عوضت بالدريفتيف بمين؟ بالاف داش ولا الاف ماينس 1 داش؟ جبتها من الاف داش ولا جبتها من الاف ماينس 1 داش؟ الاف داش ان الاف داش. طول ما انا بشتغل على الاف يبقى الدومين بتاعها هو الاكس اللي هي الحته دي. اذا كانت دي واي فتبقى دي اكس. اذا كانت دي واي مش احنا الاكس قلنا بتاعت الاف ماينس 1 هي الواي. انما الاف داش على مين بقى؟ على الانفرس بتاعها. الانفرس بتاعها هو مين؟ هو الاكس نفسه الاكس بتاع الاف. فزي ما بقول لك هنا انا هنا جبتها من الاف داش يبقى لازم احط الاكس بتاعت الاف مش هحط الاكس بتاعت الاف داش اللي هي في الاصل واي. يعني النقطه دي هي واي بالنسبه للاف ماينس 1 هي واي. الاكس المقابله ليها هي كام؟ هي واحد. ماشي عوض بفين بقى الواحد ده؟ في الاف داش الكتابه الحمراء اللي تحت الاف داش في المعادله دي. الاف داش بتساوي ناقص 2 اكس. حط الاكس بواحد يبقى ناقص 2 بتجيب مقلوبه. الاف ماينس 1 داش عند الثمانيه هو مقلوبه فيطلع ناقص نص برضه. خلاص تمام خلاص. طيب بصوا هنا بقى عندك في الكتاب هتلاقي في حاجه اسمها 7-1 7-2 7-3 7-4 وبعدين يجي يقول لك تاني في التكست بوك بتاع ستيوارت وبعدين يجي يقول لك بقى 7-2 star 7-3 star 7-4 star. ايه الحكايه بتاعتهم عشان نفهمها بس عشان الناس اللي هتفتح التكست بوك ما تتلخبطش. في 7-2 هو احنا صحيح خدنا الاكسبوننشال فانكشن واللوجاريتميك فانكشن كده احنا خدناهم. طب ايه علاقتهم ببعض؟ هتلاقيهم هم انفرس البعض. هتلاقيهم هم انفرس البعض. في 7-2 بيبدا باللين يوصل ان الانفرس بتاعها في 7-3 هي الاكسبوننشال فانكشن. 7-2 ستار
بيبدا بالاكسبوننشال فانكشن ويقول لك ان الانفرس بتاعها هي اللين. معايا يا شباب ولا مش فاهمين؟ اه معاك كده. يبقى انا عندي احنا صحيح خدنا الاكسبوننشال فانكشن واللوجاريتميك فانكشن، هنلاقيهم هما الاثنين انفرس لبعض. لو عندي اللين الانفرس بتاعتها هي الاي، لو عندي الاي الانفرس بتاعتها هي اللين. طيب بيقول لي ان اكسبوننشال فانكشن از ا فانكشن اوف ذا فورم اف اوف اكس ايكوال اي باور اكس، وير اي از ا بوزيتيف كونستانت، ولو الاي بتساوي اي اللي هي 2.7 من 10 قلنا بنسميها الناتشورال اكسبوننشال فانكشن. الكلام ده اعاده، ها انا بشرحه لكم من جديد، لكن انا شرحته لكم قبل كده قلت لكم عشان هو مهم، وفي الاول كنت بدي اكزامبل سهله، في الثانيه هتدي الاكزامبل اصعب شويه. طيب قلنا الاكسبوننشال فانكشن، الاكسبوننشال فانكشن الدومين بتاعها هو مين؟ هو الار، صح؟ قلنا الاكسبوننشال فانكشن الدومين بتاعها هو الار، والرينج ان من 0 لانفينيتي اوبت، من 0 لانفينيتي اوبت، والجراف بتاعها اهو، والجراف بتاعها اهو. يبقى انا عندي فانكشن اسمها اكسبوننشال فانكشن والدومين هو الار، والرينج هو من 0 لانفينيتي، والجراف اهو، والديريفاتيف بتاعها هو ايه؟ الاي باور اكس باي باور اكس، والبروبرتس بتاعتها ايه؟ اهي والبروبرتس بتاعتها اهي، اي باور اكس بلس واي يساوي اي باور اكس في اي باور واي. البروبرتس دي دايما تتلخبطوا فيها، ها الاي هنا كونستانت هو اللي ثابت، والاكس والواي هم اللي مختلفين. الاي باور اكس ماينس واي بيساوي اي باور اكس على اي باور واي، a باور x y بيساوي a باور x y. ثلاثة بروبرتي ناخد بالنا منهم عشان الانتجريشن، قلت لك عشان الانتجريشن. هنا قلت لك هنا حتة ان لو ال a اكبر من الواحد الكيرف يطلع كده، لو ال a ما بين 0 و 1 بيطلع الناحية التانية، ده معنى الكلام ده. طيب ها والديريفاتيف، قلنا الديريفاتيف اي باور اكس باي باور اكس، اي باور يو اف اكس باي باور يو اكس اكس في اليو داش، لكن لو البيز اي يبقى اي باور اكس لين اي، ولو عندي اي باور يو اف اكس هيبقى اي باور يو اكس يو داش لين اي. الكلام ده كله عملناه قبل كده. طيب ودي اكزامبلز عشان بس ايه، بيقول لي فايند واي داش اف اي اف الواي بتساوي اي باور 10 اكس، وفايند الواي بتساوي كذا والواي بتساوي كذا. دي واي دي مش واي داش. عندي ثلاث مسائل، دي واي من غير داش. ها لو انا عندي واي بتساوي اي باور نيجاتيف، اه لا دي الواي داش، لا دي الواي داش بتاعت الاكزامبل ده، سوري. اه انا بس نمسح عشان دي الواي داش فعلا. ها لو الواي بتساوي اي باور 10 اكس يبقى الواي داش هتساوي ايه؟ ها اي باور 10 اكس بتنزل اي باور 10 اكس و ديريفاتيف 10 اكس بسك سكوير. لو عندي واي بتساوي اي باور نيجاتيف 4 اكس ساين اكس، هنقول دول حاصل ضرب دالتين. اقول انا على فكره دي ريفيجن على الاكسبوننشال فانكشن، وهبدا اخد الاكسبوننشال فانكشن اجيب لها الانفرس. يبقى هقول ديريفاتيف الاولى او الاولى في ديريفاتيف الثانيه، ها ساين 5 اكس ب 5 كوساين 5 اكس بلس الاي انزلها زي ما هي ديريفاتيف الباور بنيجاتيف 4 واضربها في الساين.
طيب بيقول لي y داش اف اي اي باور اكس سكوير واي يساوي تان اكس بلس واي. قلنا الفانكشن دي بنسميها فانكشن ايه؟ امبليسيت فانكشن، عشان ما بقدرش افصل فيها الاكس عن الواي. عشان احلها بجيب ديريفاتيف كل ترم لوحده، يبقى اي باور اكس سكوير واي باي باور اكس سكوير واي ديريفاتيف الباور حاصل ضرب دالتين الاولى في ديريفاتيف الثانيه بلس ديريفاتيف الاولى في الثانيه ايكوال تان اكس بلس واي. التان بسيك سكوير اكس بلس واي نضرب في ديريفاتيف الانجل اللي هي 1 بلس واي داش. ناخد بقى الواي داش ونجيب الكلام ده، ودي الانتجرال. انتجرال اي باور اكس باي باور اكس بلس سي، انتجرال اي باور اكس باي باور اكس على لين اي، انتجرال اي اي باور يو لازم يكون في اليو داش يديني الاي، انتجرال اي باور يو في يو داش بقسم على لين اي عشان لازم يكون في لين اي. ودي مسائل انتجرال، تعالوا نفكر فيها سوا كده. احنا خرجنا على الانفرس بس عشان افضلكم دماغكم شويه. ها لو انا عندي انتجرال زي كده احله ازاي؟ هفك السكوير ووزع الاكس السكوير ووزع صح. طب ودي لا دي مش تنفك، دي مش شايفه تفتح بره ايوه تمام كده تمام. فيبقى اول واحده اهي افك السكوير وبعدين اوزعها، ف اي باور نيجاتيف اكس بنيجاتيف اي باور نيجاتيف اكس الاثنين ب2 اكس، الاي باور اكس باي باور اكس. الثانيه كان عندي فانكشن مرفوع الباور 1 على هاف يعني، وعندي الديريفاتيف بره ازود الباور واحد واقسم على الباور الجديد دي بلس دي مش 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 ايكوال دي بلس. مش فاهم اخر واحده، اخر واحده دي ازاي؟ كان عندي فانكشن مرفوعه الباور هاف الديريفاتيف بتاعها بره، ده القانون الانتجرال ازود الباور الجديد. طيب اللوغاريتميك فانكشن بقى هنا ها هي مين؟ هيجيبها من الاكسبوننشال فانكشن على اساس انها الانفرس بتاعها. اللوغاريتميك فانكشن هيجيبها على اساس انها الانفرس لليمين للاكسبوننشال. ازاي؟ لو انا بقول اف اوف اكس بيساوي اي باور اكس، تبقى الاكس هتساوي ايه؟ لوج ايه لمين؟ ها معايا يا شباب؟ انا سامع المايكات مفتوحه والناس مش معايا، نركز شويه. معاك يا دكتور. لو انا بقول واي، لو انا بقول واي بتساوي اي باور اكس، هتقول لي الاكس بتساوي ايه؟ لوج ايه للواي. قريت تاني كده صح؟ هتساوي لوج ايه أيوة للواي. يبقى لو انا سبت، لو انا شلت الاكس حطيتها اف ماينس 1، يبقى ال f minus 1 of x هيساوي ايه؟ log a للاكس، هيساوي log a للاكس. يبقى اذا انا اقدر اعرف اللوج على انه هو الانفرس فانكشن للاكسبوننشال فانكشن. طب احنا قلنا الاكسبوننشال فانكشن الدومين بتاعه هو مين؟ الار. يطلع ده رينج مين؟ رينج اللوج. والرينج كان مين؟ اكبر من الزيرو. يطلع ده دومين مين؟ دومين اللوج. يبقى عرفنا من هنا ان لو انا عندي اكسبوننشال فانكشن اف اوف اكس بتساوي اي باور اكس، فيطلع الانفرس بتاعها هو اللوج. وهتفتكروا في اول محاضره انا اديتك منحنى الاي كان عامل كده، ومنحنى اللوج هو الانفرس ليه حوالين واي ايكوال اكس. يبقى انا هنا بعرف اللوغاريتميك فانكشن على اساس انها الانفرس فانكشن للاكسبوننشال فانكشن. واخدنا احنا البروبرتيز بتاعتها، خدنا البروبرتيز بتاعتها وقلنا لو الاي بيساوي اي، لو الاي بيساوي اي بنسميه لين،
ولو الـ A بيساوي E بنسميه لين. يبقى المنحنى بتاع اللوج أو اللين هو الكيرف ده، هو الكيرف ده اللي هو لو رسمت Y equal X هيكون الـ inverse لي هو الـ A power X أو الـ E power X. تعال نشوف الاكزامبل ده عشان مهم. هو الكلام راح فين؟ ده في كلام طار. الاكزامبل راح فين؟ بصوا هنا بقى، سيبكم اللي مكتوب تحت ده الاول هيظهر. بيقول لي solve the equation e power 5 minus 3x equal 10. يا جماعة اللي عمال يفتح كيس واللي عمال يتكلم يا ريت نقفل المايك. هنحط للي بوث سايدز. ايوه solve the equation يعني عايز الاكس بكام، فهاخد اللين للبوث سايدز. لما اخد اللين ها هيديني ايه؟ 5 minus 3x equal ln 10. يبقى 3x equal 5 minus ln 10. يبقى الx هتساوي 1 على 3 5 minus ln 10. كلمة solve the equation يعني عايز الx بكام. مسائل دي مسائل مسائل quizzes ومسائل mid term. من أول ال inverse function، من أول ال example بتاع ال inverse function ده مسائل quizzes ومid term. طيب بيقول لي هنا برضو find the domain of f، عايز ال f minus 1 and its domain. بصوا هنا الاكزامبل بيبقى صعب شوية، هنا بقى هنبدأ نصعب شوية. بيقول لي f of x بتساوي root 3 minus e power 2x. أما يسألني عن الدومين يعني عايز ال x هي اللي من اللي فين. طيب أنا عشان أجيب الدومين هعمل إيه؟ هسوي الـ أسوي اللي جوه، أقول إن اللي جوه الروت لازم يبقى إيه؟ equal zero. تبقى 3 greater than or equal e power 2x. لو أنا قلت هي الـ e power 2x وسكت مش هيجيب لي المسألة صح. ليه؟ لان الـ e power 2x دي ليها حد كمان، ان الـ e power 2x دي دائما ايه؟ دائما صفر موجبة. دائما اكبر من الزيرو. طب عشان اجيب الـ x انا مش عايزاها بالـ e، انا عايزاها بالـ x، اعمل ايه؟ احنا قلنا الـ e والـ e واللين بيضيعوا بعض، اخد اللين. لما اخد اللين، لين الزيرو بكام؟ لازم نحفظها بنيجاتيف انفينيتي. بيبقى اقل من 2x واقل من لين 3. يبقى الاكس نفسها هتبقى ما بين مين ومين؟ هتبقى ما بين نيجاتيف انفينيتي ولين 3 على 2. يبقى كده هو ده اللي اسمه الدومين. هو ده اللي اسمه دكتور تاني معلش، ان تاني الدومين يعني الاكس من اللي فين. انا عشان اجيب الدومين لازم اشوف الفانكشن نفسها متعرفه ازاي، لازم اشوف الفانكشن نفسها متعرفه ازاي. فهي متعرفه بالروت. انا عشان عندي روت لازم اللي جوه الروت يبقى بوزيتيف. يبقى 3 minus e power 2x greater than or equal 0. يبقى ال e power 2x less than or equal 3. طالما هي للزان لازم تقول لي هي اكبر منين. انا بقول لك اكس اقل من 3، يا ترى اقل من 3. طب والناحيه الثانيه هي اكبر من مين؟ يعني واصله للانفينيتي ولا النيجاتيف انفينيتي ولا اقل من 3 ولا بدايتها فين؟ فهنا دي بتيجي منين؟ ان الاي باور 2 اكس دائما اكبر منين؟ من الزيرو. يبقى e power 2x هتكون اقل من او تساوي 3 واكبر من الزيرو. طيب انا عايزاها بالx مش عايزاها بالe، يبقى انا هاخد اللين لـ
كل الاطراف. هناخد بالنا بقى ان انا بقول ان اللين والاي ده اللتين عكسيتين لبعض، ففي بروبرتي مهمه جدا هكتبها لكم هنا، ان اللين اي باور اكس ايكوال اكس. لو خدت اللين والاي لحاجه يديني نفس الحاجه، ولو خدت اي باور لين اكس برضو هيديني الاكس، برضو هيديني الاكس. ليه؟ لان بقول اللين والاي دلتين عكسيتين لبعض فبيضيعوا بعض، زي ما تكون بتضرب في 3 وبتقسم على 3، عملت حاجه؟ بتجمع 5 وتنقص 5، عملت حاجه؟ يبقى لما تاخد لما يكون عندك الاي واللين مع بعض وهما دلتين عكسيتين لبعض يديني نفس الحاجه. الترتيب بقى مش مهم. اه بس في نقطه مهمه هنا، الاكس دي متعرفه على مين؟ ها يا جماعه تكلموش على البوزيتيف، على دي من دومين مين؟ البوزيتيف ريال نمبر. لا ليه البوزيتيف؟ هي متعرفه على مين اصلا؟ الاكس في الار كلها. اه تبقى الاكس في الار كلها، يبقى هنا الاكس في الار كلها. ليه؟ عشان هي متعرفه على الاي اكس. يبقى الاكس هنا بلونج للار، لكن الاكس اللي هنا اكتبوا للحته دي شويه عشان في الدوال المثلثيه هتبقى مهمه جدا. يعني ايه دكتور الاكس متعرف على مين؟ هنا الاكس احطها بكام؟ الدومين بتاعها بكام؟ لو انا بقول لين اي باور اكس، الدومين هنا هو مين؟ ار. ار ليه؟ عشان انا عندي، عشان هي الاكس على مين؟ الباور بتاع الاي. لكن هنا بقى الاكس متعرفه على مين؟ مش هينفع زيرو، مش هينفع نيجاتيف، على اللين، مش كده؟ على اللين. يبقى لازم الاكس تبقى اكبر من كام؟ من زيرو. من زيرو. من زيرو. ناخد بالنا من الحاجات دي، هي في الاصل الاكس متعرفه على مين عشان تعرف الفاليوز بتاعتها. فهنا نفس الكلام بقول لي احنا ليه لما خدنا اللين اداني 2 اكس؟ عشان الاي واللين بيضيعوا بعض، عشان لين اي باور اكس اللين بينزل الباور ولين اي الواحد، لانهم وهنا عشان هم دلتين عكسيتين لبعض، عشان هم دلتين عكسيتين لبعض. فلين الزيرو بنيجاتيف انفينيتي وناخد هنا لين 3، يبقى هقدر اقول ان الاكس من ناقص انفينيتي للين 3 على 2. يبقى انا كده جبت الدومين. طب عايزه اجيب الرينج، هجيب الرينج ليه؟ لان هو بيقول لي عايز الاف ماينس 1 اند اتس دومين. دومين الاف ماينس 1 هو مين؟ الرينج بتاع الاف ماينس 1. انا بجيبه من الرينج فانكشن مش بجيبه من الاف ماينس 1، هو ده اللي انا عايزاك تركز فيه. طيب هجيب رينج الفانكشن ازاي؟ بيقول لي ان اي باور 2x ما بين مين ومين؟ 0 و 3. لو حطيت الاي باور 0 هيديني روت 3، ولو حطيت الاي باور 2x ب 3 هيديني 0. يبقى الرينج الواي اكبر من او تساوي 0 واقل من روت 3. يبقى انا كده الحته بتاعت الرينج دي تاني عشان ما فهمتهاش. الرينج اهو متعرف بمين؟ ما تروحش للاكس بقى، هو متعرف بمين؟ بإي باور 2x. طب الإي باور 2x كلها ما بين مين ومين؟ ال 0 وال 3. عوض بيه مرة ب 0 ومرة ب 3 يجيب لك الرينج على طول. تمام. طب أنا عايزة الإف ماينس 1، هعمل إيه؟ أشيل الإف في إكس أحطها واي، هتساوي الروت، نربع يبقى 3 ماينس اي باور 2 اكس ايكوال واي سكوير.
يبقى اي باور 2x هيساوي 3 باور ماينس y سكوير، يبقى 2x هيساوي لين، يبقى الاكس هتساوي هاف لين 3 ماينس y سكوير. لو حد حب يجيب رينج الفانكشن دومين الفانكشن دي هيطلع غير ده عشان فيها y سكوير، فهي مش 1 تو 1. ما ينفعش اجيب الرينج او تبقى عارف ان هي لازم تبقى 1 تو 1. يبقى انا هاجي اقول ان الاف ماينس 1 اوف اكس بتساوي هاف لين 3 ماينس اكس سكوير. دومين الاف ماينس 1 بقى هيبقى من اللي فين؟ من 0 لروت 3 اللي هو رينج مين؟ رينج الفانكشن. دكتور معلش يا دكتور، هو حاجه ليه روت 3 اوبن؟ ليه ايه؟ الرينج روت 3 اوبن. ما هو الرينج قلت لك ايه، انت بتشوف هنا الاكس متعبر عنها بكام؟ بإي باور 2 اكس. شوف الإي باور 2 اكس من اللي فين؟ فلاقيها من 0 ل 3. حط مره الإي باور 2 اكس ب 0 وحط مره الإي باور 2 اكس ب 3 هيطلع لك الوضع. طب هي 0 ليه من 0 ل 3 برضه؟ هو مديهاني بقى ولا مش الإي هتساوي 0؟ ما هي ما عندهاش ايكوال على فكره. ما هي ما فيهاش ايكوال. هي كانها تندس تو 0. يبقى اي باور 2 اكس عمرها ما بتاخد الزيرو، هي دائما موجبه، هي بتقرب من الزيرو. لما هي تقرب من الزيرو الاف اوف اكس هيقرب من كام؟ من روت 3. عشان كده ما فيش الايكوال هنا. طب وال 3؟ يبقى كده عرفنا ازاي لو انا عندي اي فانكشن. ده سؤال امتحانات يا جماعه، ده سؤال امتحانات. سؤال بس، هو ليه الروت 3 هنا تحت اوبن؟ ازاي الايه؟ روت 3 في الرينج تحت خالص، ليه اوبن مش كلوز؟ ما هو اوبن هنا اهو، عشان الاي دي عمرها ما أيوة بتساوي. ايوه ليه؟ ليه؟ اه تمام، احنا لسه شرحناها. تمام تمام خلاص كده. انا قدرت اجيب الدومين. هنا بص بقى، الدومين بقى هيبدا الفانكشنز نفسها تبقى اصعب شويه. لما اسالك عن الدومين مش هجيب لك الدومين بتاع داله سهله، عشان اشوفك انت فاهم ولا مش فاهم. والانفرس اند اتس دومين هنا برضو بيلخبطوا، عشان ما تجيبش الدومين من الانفرس. انت احنا بنجيب الدومين من رينج الفانكشن، من رينج الفانكشن. انا مش هيسال عن سكتش عشان ده لا صعب. هو الحته بتاعت اي باور لين اكس ايكوال اكس حضرتك جبتيها ازاي؟ الحته بتاعت اي باور لين اكس ايكوال اكس، انا قلت عشان الاي واللين دول دالتين عكسيتين لبعض. يعني اتحلت ازاي برضو؟ حضرتك خدت لين للجنبين مثلا ولا؟ ممكن خد اللين فيطلع لين اكس، ها لين اكس اي باور اكس، قصدي لين اي. هي من غير ما تاخد، هي من مفهوم ان الاي واللين دالتين عكسيتين لبعض فبيضيعوا بعض. فهمني؟ تمام. اه اه من مفهوم انهم دالتين عكسيتين لبعض. ماشي تمام. اه يبقى هنا عرفنا. طب الاكزامبل الثاني بيقول لك واي يساوي لين اكس سكوير، الدومين بتاعه يطلع ايه؟ ار ار عندك لين زيرو الانفينيتي. اكبر من زيرو عشان ما نحطش الايكوال، اكبر من الزيرو. طب والرينج يطلع ايه؟ اوبن زيرو اوبن انفينيتي برضو. اه من زيرو الانفينيتي برضو، من زيرو الانفينيتي برضو. يبقى هنا الدومين هيكون من زيرو الانفينيتي والرينج الانفينيتي، فيبقى واي بتساوي لين اكس سكوير، يبقى اللين اكس بيساوي روت واي، يبقى الاكس بتساوي اي باور روت واي. ها قلنا لانهم دالتين عكسيتين لبعض، فالاف ماينس 1 هيساوي اي باور روت اكس، ودومين الدومين الانفرس هو رينج الفانكشن هيطلع برضو من زيرو لانفينيتي. مش مفروض الزيرو اوبن؟ اه هتبقى الزيرو اوبن، نصلحها برضو. لا ثانيه دكتور، هو الزيرو هنا تبقى كلوز، لان الزيرو هنا الزيرو تبقى كلوز لانها الرينج بتاع الفانكشن. اه ما هو الرينج برضو، ما هو الرينج برضو، ما هي الواي بلونج
لزيرو انفينيتي. طب يا دكتور هم ازاي كده هيبقى انفرس؟ ها هيبقى انفرس لا هي... لا الزيرو استنى هنا عندي الاكس من زي من الاكس هي ال هي الدومين لا ليه من زي مش احنا الدومين اللين اكس اكبر من الزيرو ايوه والرينج هو الار كله صح معايا يا جماعه؟ الرينج بتاع الاي هو الار لا هنا هتبقى كلوزد فعلا تبقى كلوزد ليه؟ عشان عندك الاكس لما هتبقى اكبر من زيرو الانفينيتي الدومين من زيرو الانفينيتي صح؟ لما تحط زيرو يديك نيجاتيف انفينيتي فنيجاتيف انفينيتي كل سكوير هيديني ايه؟ انفينيتي هيديني انفينيتي يعني وبرضه دكتور عند وده. الانفينيتي هتديني انفينيتي بس عند الواحد بتديني زيرو عند ماشي الواحد دكتور تاني بالراحة بس عشان دكتور بالراحة بعد اذنك ورجعي بس السلايد اللي فاتت بصوا ادي اللين اكس صح ده اللين سكوير ارسمه ازاي اكبره ها شيل الحته النيجاتيف ايوه هنشيل الحته اللي في النيجاتيف نطلعها فوق يبقى هنا هو مش عند الزيرو ولا ما جاش عند الزيرو عندي عند الواحد بزيرو فهو يبقى عند الزيرو هيبقى كلوزد هو مش دايما بص ايوه ما هو الرينج ما هو رينج الفانكشن هو رينج هو دومين الانفرس ايوه تمام يا دكتور صح يبقى من زيرو للانفينيتي هيبقى عند الزيرو كلوزد هيديني زيرو عشان هو بيديني زيرو عند الواحد برضه انا مش فاهم حضرتك طب انت فاهم الرسمه انا فاهم الرسمه احنا ادي اللين ده اللين سكوير كده اهو مرسوم اهو الرينج بتاعه كام من النيجاتيف انفينيتي للانفينيتي لا انا بقول على اللين سكوير اللين سكوير من زيرو للانفينيتي الزيرو كلوزد ولا اوبن اوبن ليه ما عند الواحد بزيرو يبقى كلوزد ولا اوبن اهو عندك كيرف اهو الدومين الرينج بتاعه اللي هي قيم الواي هتبقى منين لفين من زيرو الانفينيتي طب وكلوزد ولا اوبن عند زيرو كلوزد موجوده النقطه موجوده عشان عند الواحد بزيرو خلاص تمام بس اللين ما بيقبلش زيرو قدامه انا ماليش دعوه باللين انا بتكلم عن اللين سكوير على الدومين نفسه على الرينج اللين هو اللي ما بيقبلش الزيرو انما الدومين انما الرينج الواحد موجود في الرينج الزيرو موجود مش الواي من نيجاتيف انفينيتي للانفينيتي أيوة. تبقى الواي سكوير من زيرو للانفينيتي يعني هو الدومين مفتوح في الزيرو وفي الرينج لكن الرينج مقفول عند الزيرو عشان البوينت موجوده فعلا عشان لين الواحد بزيرو عشان لين الواحد يا سابع كده 12 ل 10 كده يا دكتور عشان انا بص انا يعني دي اكزامبلز بقى انا مش هرجع للمحاضره دي تاني عشان يعني هي المحاضره بتبقى ساعتين الا ربع وانا بخش في الساعتين وشويه بصوا دي اكزامبلز كده فايند الواي داش فاحنا خدنا الحاجات دي قبل كده اهي التفاضل اللوغاريتمي نزل لكم المحاضره دي ارجع لي السلايد اللي قبله طيب اخد سكرين شوت ما لحقتش لا ما انا هنزل لكم البي دي اف والاكزامبلز دي ليكم بقى يا دكتور انت امبارح نزلت البي دي اف امبارح نزلت ايه البي دي اف امبارح نازل من الصوت بيقطع عشان في كذا حاجه مفتوحه مش سامع حاجه طب لسه على البي دي اف امبارح نزل ايوه نزل يا جماعه والله في مايكات مفتوحه فبيعمل صدى صوت فمش بسمع
يا ريت اللي بيسأل دكتور صح يسأل واللي بيسأل بس هو اللي يفتح دي اكزامبل دكتور دلوقتي ولا ايه دي اكزامبلز خدنا منها المره اللي فاتت دي اكزامبلز خدنا منها المره اللي فاتت تعالوا بس نشوف الاكزامبل ده اقول فيه معلومه برضو هو بيقول لي ديفرنشيت اف اند ديفاين دومين اوف ايه اوف اف ديفايند الدومين اوف اف عايز الاف داش وعايز الدومين بتاع الاف دومين الاف مين يقول لي انت جيبه ازاي لو انا عايزه الدومين والرينج الدومين ار الدومين ار لا الدومين هنا من 1 اوبن لحد انفينيتي جت منين يبقى ليه من 1 مش ليه مش من 0 علشان لو حطيت علشان اللي بيجاوب اللي بيجاوب اللي هو الاولاني يجاوبني والباقي يسكت ها اللي هي بتاع معلش كمان من 2 مش من اللي قال لي من 1 لانفينيتي ليه بدات من ال1 مش من الزيرو علشان لين 1 هتبقى بزيرو تمام في لين تانية فهتبقى ايوه عشان في اتنين لين هو ما ينفعش طب نجيبها ازاي واحده واحده اجيب الحاجه واحده واحده انا عندي لين قابلتني يبقى انا عشان اجيب الدومين لازم اللي جوه اللين دي يكون اكبر من الزيرو فيبقى لين اكس كلها هي اللي تكون اكبر من الزيرو طب لما اللين اكس يبقى اكبر من الزيرو يبقى الاكبر الاكس اكبر من كام من اي باور زيرو اللي هي بواحد اذا الدومين اكبر من الواحد اذا الدومين يطلع ان الاكس اكبر من الواحد ليه لان اللين اكس بتديني قيم نيجاتيف وبتديني قيم بوزيتيف انا مش هينفع اخد النيجاتيف انما عشان احلها لازم احلها بالخطوات دي لو هو قال لي الاكس اكبر من الواحد جابه كده وخلاص هنقصه هقول له جبتها منين يعني دي مش اجابه كامله انما لو الام سي كيو مثلا هيديك اختيارات لكن لو هو مش ام سي كيو بيقول لك فايند ذا دومين قلت لك ممكن الكويزز وممكن الميد ترم ما يبقاش ام سي كيو يبقى هنا لازم تبقى عارف الخطوات طب اعرف الخطوات ازاي بشوف الفانكشن اللي عندي ديفايند على ايه فلين لين اكس يبقى انا قابلتني اللين الاولانيه اللين الاولانيه تقول لي ان اللين دي لازم تبقى بوزيتيف طب عشان اخد لين اكس اكبر من زيرو باخدها كانيكواليتي كمتباينه هاخد لها الاي ما احنا قلنا الاي واللين بيضيعوا بعض يبقى الاكس هتبقى اكبر من اي باور زيرو طب الاي باور زيرو كام بواحد البيتا زينر ايكوال زيرو لا مش ايكوال ما ينفعش لان اللين ديفايند بحيث ان اللي جواها يبقى بوزيتيف وما يساويش الزيرو عشان عندي زيرو بنيجاتيف انفينيتي انا مش لسه رسم لك المنحنى بتاع اللين ما فيهاش ايكوال ما فيهاش ايكوال وبعد كده بجيب الاف داش دي مساله تانية وبرده جايب اللين فانا جايبه لكم اهو مسائل كتير الانتجرال بقى احنا خدناه المره اللي فاتت الانتجرال خدناه المره اللي فاتت دي برده اعاده ليه دي برده اكزامبلز اعاده ليه هتذاكروا الحاجات دي انا هنزل لكم الفايل ده بي دي اف دلوقتي حالا ان شاء الله هتذاكروا الحاجات دي واللي عنده اسئله فيها يبقى يسال المره اللي جايه عشان ننهي المحاضره خلاص هو كله في المانوال بالارقام صح الحاجات دي موجوده في المانوال احنا كده خلاص اخرج يا خلاص هي الحاجات دي كده خدنا الانفرس فانكشن كده خدنا الانفرس فانكشن اللي هو 7.1 وخدنا 7.2 وخدنا 7.3 على اساس او 2 ستار و 3 ستار على اساس ان احنا خدناهم قبل كده بس كنت بقول لك ان هم بقى انفرس لبعض احنا خدناهم ان كل فانكشن لوحدها لا هم انفرس لبعض لو عندي الاي يبقى الانفرس بتاعتها هي اللين ولو عندي اللين يبقى الانفرس بتاعتها هي الاي يبقى الانفرس بتاعتها هي الاي اللي عايز يعرف عن الموضوع اكتر يذاكر 7.1 و7.2 و7.3 و7.4 كل ده عن المحاضره بتاعه النهارده اللي عايز جيمس ستيوارت ولا من جيمس ستيوارت ولازم بقى تتمكن منه جدا تتمكن منه جدا كل الاكزامبلز اللي انا جايباها دي جايباها من ستيوارت فهنا تشكيله من كل سيكشن شويه اكزامبلز الاكزامبلز المهمه
فانت عندك هنا مجرد اكزامبلز انا شرحتها المرة اللي فاتت، بس كنت حطها لك تاني عشان نشرح تاني عشان نعيد تاني عشان مسائل نصعبها اكتر شوية وهكذا. انما انت هتلاقي 7.1 بيتكلم عن الانفرس فونكشن بصفة عامة، 7.2 بيتكلم عن اللين بصفة خاصة، و 7.3 بيقول لك ان الـ E هو الانفرس. ف 7.2 بيعرف لك اللين وبيعرف لك الدريفت بتاعها والانتجرال اللي بيأدي اللين وكل حاجة. فلو انت عايز تذاكر كويس وتفهم الموضوع كويس قوي هتذاكر 7.1 و 7.2 و 7.3 و 7.4 بيتكلم عن اللوغاريتميك ديفرنشيشن اللي احنا خدناه المحاضرة اللي فاتت. اللوغاريتميك ديفرنشيشن ان انت تاخد اللين من الطرفين عشان خاطر تعرف تجيب الدريفاتيف. والانفرس برضو موجود في فيهم الايه؟ انفرس. طبعا ما انا بقول لك 7.1 قلت لك الانفرس هيبقى 7.1 ماشي. ما هيبقى بيج كام؟ خلاص هو ما فيش مدة انسر للمانيوال. كل الكلام ده موجود في المانيوال برضو. ليه مود الانسر بقى المانيوال؟ المانيوال لا ملوش مود الانسر. في بعض المسائل مكتوب لك الفاينل انسر بتاعتها بس.